حضرتك شايف الشاشة؟ اه واضحة واضحة. تمام. بص يا سيدي الفاضل، دي طريقة مثلا من طرق التسمية حسب الكود. بنكتب رقم المشروع مثلا هنا NBB085، وبعد كده بنكتب اسم الشركة اللي عاملة المشروع، وبعد كده بنكتب حرفين مثلا ER معماري، EL electrical، FF فاير فايتنج، ME ميكانيكال، وهكذا. وبعد كده بنشوف الحاجة دي هل هي 3D أو مثلا 2D، فبنكتب هنا 3D مثلا. وهنا 05 ده رقم المبنى، كان في أكتر من مبنى فادينا رقم للمبنى. دي فكرة طريقة التسمية. لازم طريقة التسمية نكون متفقين عليها وموحدينها معانا في الشغل أيا كان الكود اللي هتشتغل بيه. يعني الأكواد في اختلافات بينها وبين بعض في طريقة التسمية، بس دي طريقة معتمدة في مشاريع كتيرة، ودي سهلة جدا إن أنت حضرتك تفهمها أو تستوعبها بمجرد النظر. فأنا مثلا لو عايز أفتح الأرتكشر هروح للملف ده. استاذ، يعني انا عندي مشكلة تاع النت، تم راني صافي نتواصل معكم بواسطة الموبايل. الموبايل تمام. تم يعني النظر يعني الصورة صغيرة بالنسبة لي. تمام. أعد لي الشيخ الأستاذ، أعد لي من الأول. يعني نبتدي بالكود، أول حاجة بالكود. تمام حاضر، بس بعد إذنك بلاش كلمة أستاذ ديت، أنا اسمي عمر وإحنا الاتنين يعني في نفس السن وفي نفس المعلومات وكده، فياريت بلاش الناس كده. ما يطلق عمر، عمر صح. طيب بص يا فاضل، عندي هنا بنتفق على طريقة التسمية ايا كان الطريقه، بس لازم كلنا نلتزم بيها ايا كان التسميه اللي احنا اخترناها او ايا كان الكود اللي احنا هنتبعه. لازم نتفق على طريقه تسميه موحده في كل المباني اللي احنا هنشتغل عليها. فمثلا هنا احنا اخترنا ان احنا نبدا برقم المشروع، تمام، وده اسهل حاجه، وبعد كده اسم الشركه اللي عامله الموديل، وبعد كده الديسيبلين اركتكتشر ستراكشر ميكانيكال، وبعد كده رقم المبنى. المشروع هذا كان عبارة عن ما يقارب من 50 مبنى، تمام، فده مبنى منهم فواخد رقم 05. طيب معلومة، لو انا عايز افتح الريفت هو مختلف عن باقي البرامج، ما ينفعش في الريفت اجي ادوس عليه مرتين وافتحه، لا لازم افتح الريفت، لازم افتح الريفت واقول له اوبن واختار الملف اللي فيه المشروع، تمام. يعني في اختلاف كبير في النقطة ديت. بروبرتس يعني برنامج الاوتوكاد ممكن افتح واضغط عليه، انما الريفت لا، لازم اعمل الخطوة ديت ان انا افتح البرنامج الاول وبعد كده اختار المشروع، وليكن مثلا هفتح الاركتكتشر، تمام. طيب هقول هنا ديتاتش فروم سنترال. ديتاتش فروم سنترال معناها ايه؟ ان انا هعمل سنترال جديد. الفكره كلها ان المشروع بيبقى فيه سنترال في الشركه، فانا بفتحه من على الجهاز بتاعي فهو مختلف شويه، تمام. يعني الديتاتش فروم سنترال دي معناها ايه؟ ان انا هفتحه بشكل، هو المفروض بيتفتح من على السيرفر بس، فانا دلوقتي واخد منه كوبي عشان اقدر افتحه من على الجهاز عندي عشان نبص عليه مع بعض. اقول له اوبن. ده مشروع عباره عن يعني مشروع كبير، فاحنا واخدين جزء منه بس اللي هو المسجد، تمام، لان هو ده اللي يعتبر. تمام. طيب بص حضرتك معايا، بص يا باشمهندس عبد القادر، بص ده فاضل، الصورة دي بيقول لي إن المشروع بتاعي فيه جواه أكتر من ورك سيت. ما معنى ورك سيت؟ ورك سيت ده يعني بخزن فيه العناصر. ليه بخزن فيه العناصر؟ عشان أضمن إن محدش يعدل في شغلي. إحنا دلوقتي كلنا شغالين في نفس الملف،
كلنا شغالين في نفس الملف وبنفتحه كلنا في نفس الوقت، وما بيقولش لحد فينا ريد اونلي، فاصبح في فكر مختلف عن فكر ريد اونلي اللي احنا كنا بنشوفه زمان. تمام؟ فهو بيقول لي دلوقتي ان انا عندي كذا ورك سيت، في ورك سيت اسمه 00 ليفل اند جريد، ورك سيت اسمها اركتكتشر، انا هحط كل ليفل اند جريد في الورك سيت الاولانيه، واحط كل الحاجات المعماري في الاركتكتشر، واحط الاستراكشر هنا، واحط الميكانيكال هنا، وهكذا. دي تقسيمه للورك سيت. تمام؟ عشان اضمن ان محدش يعدل في الشغل بدون ما ياخد اذن او ياخد تصريح او ياخد بيرميشن، او اكون انا موافق ان هو يقدر يعدل في المشروع بتاعي. تمام؟ طيب هقول له دلوقتي اوكي، دي حاجه اسمها الورك سيت، دي بتضمن ان كلنا نشتغل في نفس الملف في نفس الوقت بدون ما حد فينا ياثر على شغل الاخر. تمام؟ طيب هو هنا بيعمل ايه؟ بيعمل ابجريد. استاذ استاذ، معناه في الورك، في الورك سيت معناها الستركتشرال والاركيتكت يعني يخدموا في رهبه بدون يعني يعني بدون ما بدون ما يعلم احدهما بالاخر، ولا هو حسب حجم المشروع. لو المشروع كبير احنا بنعمل ملف للمعماري وملف للانشائي وملف للكهرباء ميكانيك. لو المشروع صغير احنا ممكن نخليهم كلهم في نفس الملف ونبدا نعمل ورك سيت. طب قدر انا عندي مشروع معماري بس، المشروع معماري بس. تمام؟ لو المشروع معماري بس، ثانيه واحده، لو ممكن نقسم باب المعماري دوت لابواب وشبابيك وحوائط وفلور وسيلينج وهكذا. كل ورك سيت بحط فيها بعض الشغل، بحيث لو انا شغال في الحوائط محدش يقدر يعدل في الحوائط قبل ما يبعت لي طلب تعديل فانا اوافق عليه او ارفض. تمام؟ يعني انا شغال، هقول يعني مثال حقيقي. مشروع كنا شغالين فيه في نفس ملف الريفت، معماري وانشائي وكهروميكانيكال في نفس الملف، اللي هو ماسك الكهرباء وهو اللي عنده تصريح في تعديل في الكهرباء ساب الحاجات، يعني لغى نفسه من عليها، فاصبح اي شخص يقدر يدخل يعدل في الكهرباء. تمام؟ يعني هو معاه ورك سيت اسمها كهرباء واسمه مكتوب عليها، اسمه مثلا احمد، فمفروض لو انا عايز اعدل في الكهرباء ابعت اخد اذن من احمد. تمام؟ فهو سابها، عمل حاجه اسمها ريلينكوش. ريلينكوش يعني بسيب التصريح لاي حد عايز يعدل فيها. تمام؟ فاللي حصل كالاتي، ان كان في كوردينيشن بين التكييف والالكتريكال. بين التكييف والالكتريكال او اللايتنج، مفروض ان اللايتنج ما بيتحركش والتكييف هو اللي اتحرك. تمام؟ لو عندي مشكله في الكلاشات بين المخرج بتاع الهواء الاير تيرمينال او مخرج الهواء مع اللايتنج، مفروض ان اللي يتحرك هو التكييف. تمام؟ استاذ معلش، اللايتنج شو يقصد بيها؟ اللايتنج المقصود بيها الاناره، النور. لايتنج، يا لايت لايت، يس. لايت. تمام؟ طيب فاللي حصل كالاتي، ان هو حرك ان هو حرك اللايتنج. تمام؟ فده عمل مشكله كبيره، وكان ساعتها رحنا للبيم مانجر، فالبيم مانجر قال ان اللي غلطان هو الكهرباء، لانه ساب الورك سيت لاي حد يعدل فيها، فالمفروض الورك سيت ديت واحد بس هو اللي يقدر يعدل فيها. يعني انا عندي الملف في الريفت جواه عناصر كتيره. من مسؤول التعديل الشيخ عمر؟ ايوه، هو بنعمل ورك سيت وكل واحد بيمسك الورك سيت اللي هيشتغل عليها. يعني واحد مثلا بيمسك الاركتكتشر، واحد بيمسك الالكتريكال، او واحد بيمسك الابواب والشبابيك، واحد بيمسك الحوائط، واحد بيمسك الليفل اند جريد. الليفل اند جريد مفروض ما بتتغيرش، نو شينج
طول حياه المشروع المفروض الليفل اند جريد بتتحط مره واحده وما تتغيرش ابدا، تمام؟ دي الفكره كلها. فلو حد مسكها خلاص بيقفل الورك سيت بتاعتها، ممنوع حد يعدل فيها لان بتعمل مشاكل كتيره لو انا عدلت في الليفلات، تمام؟ يعني لو انا رفعت الدور 10 سنتي او نزلت 10 سنتي فده بيأثر على الشغل كله، تمام؟ هو هنا بيعمل ابجريد للاركتكتشر والملفات اللي معاه، يعني هو هنا بيعمل الملف الاستراكشر. المشروع دوت كان معمول على 2018. طيب في حاجه اتكلمنا فيها امبارح امس، الا وهي كلنا لازم نكون شغالين على نفس الاصدار، يعني كلنا شغالين على ريفت 2020 او 2018. ما ينفعش في الريفت واحد شغال على اصدار مختلف. في الاوتوكاد ممكن، في السكتش اب ممكن، في كل البرامج الثانيه ممكن، ما عدا في الريفت لازم تشتغل على نفس الاصدار بالظبط، تمام؟ دي حاجه مهمه جدا في الشغل على الريفت، ان انت لازم تشتغل على نفس الاصدار وما ينفعش تشتغل. ممكن سي عمر بالنسبه للريفت احدهما يستعمل 2020 والاخر يستعمل 2021، ماشي ولا لا؟ لا مش ماشي. مش ماشي. الريفت في مشكله لو احنا كلنا شغالين على 2020 وواحد بس اشتغل على 2021، فخلاص كل اللي شغالين على 2020 يحاول يفتح الملف تظهر رساله ايرور مسج يو كانوت اوبن ذيس فايل يو شود ابجريد يور فيرجن اوف ريفت، ما تقدرش تفتح الملف دوت ولازم تعمل تحديث للبرنامج اللي عندك وتسطب 2021. في مشروع كنا شغالين فيه كان عباره عن برج كبير وكنا كلنا شغالين 2018، وواحد فينا اشتغل بس على 2019 وعمل سيف، يعني اوبن اند سيف، فاوتوماتيك كلنا مش قادرين نفتح الملف، وكلنا نفس اليوم عملنا سيت اب ل 2019 وكلنا اشتغلنا 2019، تمام؟ هي المشكله فعلا. لكن استاذ مثلا في الاوتوكاد مثلا احدهم يشتغل على 2000 مثلا 2013 والاخر يعمل على 2000 مثلا 18، يعني يكون احنا نديروا السيف على 2013 عندما يعني يقراه 2018، لكن اذا كنت شغال على 2018 وتحله على 2013 معناه الملف ما يشتغلش في الاوتوكاد. ممكن يعني طريقه السيف، يعني السيف في الاوتوكاد في خاصيه اللي هي سيف بريفيوس، يعني ممكن انا شغال على 2020 واعمل سيف اظبط اعدادات الحفظ على 2006 على 2006 نعم او 2004، يعني يمشي. هي القضيه يعني الحفظ مثلا 2004 او 2007 هكذا يشتغل، لكن عندما مثلا احدهم يعمل على 2018 ويدير سيف على 18 على الف معناها في الاوتوكاد 2016 يعني ما يقدرش يقراها. دي خاصيه كان على 18. في الاوتوكاد في الموضوع دوت، لو انت عندك ملف مسيف اصدار حديث انت تقدر تخلي حد يسيفه لك اصدار قديم. تمام، يعني هو حتى في الريفت. هل هناك يعني هذه الخاصيه في الريفت؟ لا مش موجوده. مش موجود ان انا اقدر اسيف على اصدار قديم، لازم اسيف على الاصدار دوت، ولو انا فتحته على اصدار حديث وسيفت ما ينفعش افتحه على الاصدار اللي انا شغال عليه تاني، لازم اشتغل على اخر اصدار فتحت عليه الملف، وده حاجه متعمده من اوتوديسك حتى تشتري كل شويه اخر اصدار، مش مدي امكانيه للسيف از، ومش مدي امكانيه لحاجه زي كده. معناها استاذ معناها يعني فايل في الـ 2018
ما تقدرش يعني تشغله على 2016. تقدر تفتحه على 2019 او 2020، ما تقدرش تفتحه على 2016 او 2015. تقدر تطلع ابجريد بس ما تقدرش تعمل داون جريد، ما تقدرش تنزل، لازم. دي هي الفكره، تمام. هي دي خاصيه معينه هم عاملينها عشان الواحد كل شويه يشتري اخر اصدار، تمام. برضو احنا بنعمل تسميه للملفات في الفيو، لازم ندي تسميات صح في الفيو، تسميات صح في الشيرد، زي ما عملنا في اسم الملف من بره، لازم من جوه من داخل الملف نعطي اسماء صحيحه مفهومه في النمبر، يعني النمبر يكون التسميه بتاعته صحيحه وسليمه. اعتقد ان هو بيفتح اخر ملف حاليا اللي هو البلامينج. هذا مشروع صغير بس كمثال للشغل. هو بيعمل ابجريد وبعد كده بتسيف، فما تقدرش تفتحه بعد كده على الاصدار اللي هو 2018، لازم تفتحه على 2020. هي كلمة ريفيت هي عبارة عن كلمة ريفايز انستانتلي. ريفايز انستانتلي يعني يعيد تكوين نفسه بشكل متوافق، يعني لما بعمل تعديل في البلان اتعدل في السكشن، اتعدل في السكادول، تمام. وعندنا تسمية تانية اللي هي كلمة فاميلي. فاميلي مقصود بيها عنصر داخل الريفت، زي البلوك في الاوتوكاد، زي البلوك في الاوتوكاد وفي السكتش اب، زي مثلا السامبل اركتكشر دوت اللي هو عبارة عن تيبل، وعندنا مثلا ده سامبل ستراكشر، وعندنا هنا سيستم فاميلي، اعتقد هذه لايتنج، تمام. فكل دول عناصر داخل المشروع عبارة عن فاميلي. فاميلي معناها يعني سبب تسمية العناصر دي بالفاميلي، ان احنا بيبقى عندنا العنصر دوت تقدر تعمل منه عناصر اخرى وتعدل في خصائص معينة، وخصائص تانية ما تقدرش تعدل فيها. يعني في خصائص مثلا عندنا اخين او اخ واخت، فيهم خصائص مشتركة لأن هم ليهم نفس الأب أو نفس الأم، ففيهم خصائص مشتركة، لكن في خصائص مختلفة. فدي سبب التسمية، إن أنت بتاخد كوبي وتعدل في واحدة فيهم في بعض الخصائص. في خصائص بنسميها تايب. تايب يعني لما بعدل فيها بعدل في كل الحاجات اللي مشابهة ليها. وفي خصائص بتبقى انستنس. انستنس يعني خاصة بالعنصر ده بس، لو عدلت فيها ما تتعدلش في بقية العناصر، زي ما نشوف مع بعض أول ما نفتح الملف دوت، أو ممكن نفتح ملف كده زي دوت مؤقتا، ده 2020 فهيتفتح بسرعة بدون مشاكل. نتعرف على الواجهة بتاعة برنامج الريفت، ونشوف لو احنا هنبدأ مشروع جديد ايه الحاجة اللي احنا ممكن نبدأ بيها. طيب اول حاجه بنلاحظها في المشروع، انا عارف ان الواجهه عند حضرتك ممكن تكون صغيره مش واضحه، بس احنا عندنا حاجه اسمها بروجكت براوزر. بروجكت براوزر ده بيكون فيها كل المشروع. يعني انا عندي دلوقتي في البروجكت براوزر، في عندي فلور بلان، عندي سيلينج بلان، عندي 3 دي فيو، عندي الاليفيشن، عندي السكشن، عندي الديتيل، عندي الليجند، السكادول، الحاجات الخاصة بالشيت، كل ده موجود في قلب الملف اللي احنا فتحناه. يعني الاوتوكاد بتفتح ملف بيكون فيه الدور الاول معماري، الدور الثاني ميكانيكال بس، انما هنا المشروع كله كتلة واحدة بيظهر في الملف اللي احنا فتحناه. طيب ده ايه الميزة اللي فيه؟ الميزة لو انا عدلت في الدور الاول في عنصر مرتبط ببقية العناصر كله اتعدل مرة واحدة. يعني على سبيل المثال الواجهة الخارجية حضرتك حركتها لبره 10 سم، اوتوماتيك هتعدل في المشروع ككل. فتح الملف اللي احنا عايزينه،
ده على سبيل المثال كبيم مانجر لازم تحط الصوره دي في الاول. الصوره دي عباره عن ايه؟ ايه هو المشروع؟ مين الكلاينت بتاعي؟ مين الكونتراكتور؟ مين الديزاين كونسلتنت؟ مين الناس الاطراف المشروع؟ تمام؟ دي كلها بنعتبرها زي ستوك هولدر. مين اطراف المشروع اللي من حقهم ان هم يشوفوا المشروع دوت، من حقهم ان هم يشتغلوا فيه، ورقم المشروع والكونتراكت تايب، ديزاين اند بيلت، لامسم، فيكسد برايس، كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها. ده يعني استاذ معنا هنا البطاقة التقنية للمشروع. كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها. الملف دوت مين اللي ممكن يفتحه؟ شركة كذا وشركة كذا وشركة كذا، من حقهم ان هم يشوفوا المشروع. الفايل نيم اهو، البيلدنج نيم اهو، البيلدنج نيم كود اهو، وهكذا. كل التفاصيل اللي انت ممكن حضرتك تحتاجها. الديسيبلين اهو، اركتكتشر. البيلدنج تايب ده جنرال بيلدنج. في بعض المباني في المشروع دوت كانت عباره عن وير هاوس. طيب الريفيجن تايب اهو، الستاتس ده مثلا كذا، مين اللي عمل المشروع، وهكذا. فده كل تفاصيل المشروع دوت. طيب لو احنا جينا مثلا فتحنا على سبيل المثال، فتحنا الشتات، هنفتح واحد فيهم مثلا وليكن مثلا الفلورنج. بنلاقي الجريد دهوت، الجريد دهوت محطوط بيظهر في كل الادوار. رسمته في مره خلاص هو اوتوماتيك بيظهر في كل الادوار. هنلاقي هنا برضو كاتبين التكست اهوت، يعني دي لما تتطبع بي دي اف او تصدر الاوتوكاد تعتقد انها شكلها اوتوكاد، او تعتقد انها شغل اوتوكاد. لكن الميزه انها ريفت، ان انا اوتوماتيك لو عدلت اي حاجه بيبدا يظهر معايا الارقام الحقيقيه للمشروع. تمام؟ يعني هنا مثلا ده اول ما بتحرك يعني بتلاقي الرقم نفسه اختلف، مجرد ان انا حطيت العلامه بتاعت الاثبوت الفيشن هنا ظهر معايا 4.45، حركتها شويه الرقم اختلف 4.3، حركتها شويه 4.15. دي درجات السلم. فاوتوماتيك اوتوماتيك معنى المستويات يعني كل درجه بيبدا يظهر لي الرقم من غير ما اقعد احسب ومن غير ما اقعد اكتب، لان انا ما برسمش 2 دي، انا برسم 3 دي. فهو بيحس وبيشعر للرقم الحقيقي اللي موجود في المشروع. تمام؟ وده ميزه حلوه جدا في البيم عموما. هنا مثلا الروم، تمام؟ الروم هعمل سيلكت على الروم، اوتوماتيك بيبدا يجيب لي كل المعلومات الخاصه بيها، ولو حصل تعديل اوتوماتيك بيبدا يعدل لي الارقام اللي فيها. في في احنا عاملين حاجه معينه. هظهر العلامات بتاعت الروم. بالشكل دوت. فبيبدا يظهر لي اسم الملف، وبيظهر لي موجود على انا ورك سيت، بحيث ان اللي ماسك الورك سيت هو بس اللي من حقه ان هو يعدل. طب لو انا عايز اعدل وانا مش ماسك الورك سيت، لازم ابعت ريكويست. ريكويست يعني طلب بالتعديل. فلو انا معماري وماسك الحوائط وجه مهندس كهرباء بعت لي ريكويست ان هو عايز يعدل في الابواب او عايز يعدل في الحوائط، فلازم اساله ليه عايز تعدل، مش اي حد هيعدل. تمام؟ فلو انا عارف هتعدل ليه، عشان في مشكله كذا. طب لو سمحت ده عنصر معماري، انا بس اللي من حقي ان انا اعدل، قول لي ايه التعديل اللي انت عايز تعمله وانا اعمله، وهكذا. فانا بس اللي من حقي ان انا اعدل في العناصر المعماريه. لو في مهندس معماري في نفس الملف، خلاص يبقى بنشوف كل واحد فينا هيشتغل في ايه. قد يكون مهندس عبد القادر مشكورا هيشتغل مثلا في دور الجراوند، شخص اخر هيشتغل مثلا في دور الفيرست او في اي دور اخر، او في مثلا في الروف. فنبدا ننظم الشغل. ممكن تكون حضرتك محتاج تعدل حاجه في الدور اللي انا فيه، فبتبعت لي ريكويست. ما دام حضرتك مهندس معماري
وشغال معايا وانا موافق خلاص بدي ابروفل على التعديل دوت. بالله عندنا الكي بلان اهوت في حاجات 3 دي وحاجات ديتيل اهوت، ده الكي بلان بنحطه في الجنب، في ديتيلات كتير احنا عاملينها. في اسمه ايه يا استاذ؟ كي بلان، كي بلان كي بلان يعني نموذج للمشروع بسيط بيتحط في ركن الشيت. لو كي فتحنا بلان يعني مخطط الحفظ المحفوظ سيمبل حاجه سيمبل كده. طيب انا هفتح مثلا ده الشيتات، انا مدي اسامي ليها تمام اهو، الاسم اهوت اسم الملف، الكات فايل اسم المشروع، وبعد كده اسم الشركه، وبعد كده الدي دي اللي هي ديتيل ديزاين، وبعد كده اي ار، وبعد كده في الاخر خالص رقم الملف اللي فيه رقم ملف الاوتوكاد تمام. انا مسميه هنا 051100 تمام، وده رقم شيت 2 of 36. فانا بيبقى عندي تنظيم للملفات وهو اوتوماتيك بيبدا يقرا السكيل ويحط لي السكيل ده في قلب الشيت. كل الشيتات وكل الفيو وكل حاجه موجوده في نفس الملف، واحنا عاملين ترقيم معين مثبتين. لو حضرتك جيت هنا في طريقه التسميه الرينيم مثبتين مثبتين الاسم كله اللي هو اسم المشروع واسم الشركه اللي عامله والاصدار وكل حاجه، وبس بنغير في الرقم الاخير. يعني هو الملف كله معماري والملف كله تبع المشروع الفلاني والملف كله تبع الشركه الفلانيه، اللي بيختلف بس اخر 3 ارقام. فاول ما بعدلهم بيتعدل اوتوماتيك في الشيت، ولما بطبع بيتبع بنفس الترتيب دوت. فدي الفكره، ان انا عامل سيستم معين ماشي على الكود اللي هو الكود البريطاني وماشي بنظام معين وابدا اشتغل عليه. وكل العناصر اللي انت بتعملها بالاوتوكاد بتتعمل في الريفت او في البيم بشكل افضل. هنا مثلا انا عامل تيبل مثلا سكادول بالغرف الرومز، وكل واحده فيهم كاتب الـ اسمها وكاتب المساحه بتاعتها، وبتتعدل اوتوماتيك. لو حضرتك عدلت اي حاجه في المشروع بتعدل هنا اوتوماتيك. لو انا دوست هنا بيفتح لي جدول بالشكل دوت، تيبل اوف اريا دي المباني بالمساحات بتاعتهم، اول عنصر النمبر، وبعد كده النيم، وبعد كده الاريا تمام. فده بينظم المشروع بتاعي. في اي لحظه من دول انا اي غرفه فيهم عايز اعرف هي فين. زمان في الاوتوكاد كنت بعملها على الاكسل وما كانتش مرتبطه الاكسل بالاوتوكاد. لا، هنا اول ما بعمل سيلكت واقول له هايلايت الموديل يبدا يعمل لي زوم اوتوماتيك على الفيو وعلى المكان، ويبدا يجيب لي الغرفه يعمل عليها سيلكت، وابدا اقرا الخصائص. فبيقول لي ده الليفل في الجراوند والابر ليميت او الليميت اوفست 4 متر 4 متر، والاريا والمحيط والهاي والفوليوم والورك سيت والنمبر والنيم وكل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها للمشروع دوت. واقدر اخزن برضو المعلومات الخاصه بالفينش بتاعت الوول والفلور والسيلينج، كل الفينش اقدر اخزنه في معلومات للروم. اصبح عندي جدول خاص بكل غرفه في المشروع بتاعي. لو فتحت مثلا مشروع الجراوند اهوت وعملت سيلكت على اي غرفه زي كده، فبتلاقي ان هو مخزن المعلومات الخاصه بالفينش فلور والفينش كوتينج والفينش سكيرتينج والفينش بينتينج والبيلدينج كود. كل المعلومات دي متخزنه في اي غرفه بتعمل لها سيلكت، وبيبقى سهل ان انا اعمل تاج روم تاج حاطط فيه المعلومات الخاصه بالفينش والسكيرتنج والستيلنج وهكذا.
وكلهم مرتبطين ببعض بحيث لو حصل اي تعديل يتعدل في كل. في لوحة تانية مثلا احنا عاملينها لموضوع الدايمنشن، بالشكل دوت. ادي اهو الغرفة، وبعد كده عامل دي هنا بتاعت الرومز، وعندي هنا الوول تايب، كل انواع الابواب، الرمز بتاعها اللي موجود في اللوحة، والوصف بتاعها، ومقسمينهم انترنال وول واكستيريور وول. فهو بيديني بعض الادوات اللي تسهل عليا الشغل وتسهل عليا ان انا ابدا الشغل بتاعي. طيب عايزين نشوف ازاي نبدا مشروع من الاول، وازاي احول المشروع زي دوت للتمبليت ابدا اكمل منه. يعني انا عملت سيستم كويس وفي ارقام كويسه وفي سكادولات كويسه، ازاي احول الشغل ده لتمبليت؟ تمام يا سيد الفاضل. طيب اول حاجه اعملها، هبدا دلوقتي مشروع جديد مع بعض. هاجي هنا واقول له نيو، واقول له انا عايز اختار التمبليت اللي انا هشتغل منه، وليكن مثلا اركتكتشر تمبليت، وكرييت نيو بروجكت، واقول له اوكي. طيب خلينا نفكر مع بعض كده، ايه اول حاجه ممكن ابدا اعملها في المشروع؟ اول حاجه انا ممكن اعملها في المشروع عشان امشي مظبوط، ان انا ادخل اظبط الاليفيشن بتاعي، الارتفاعات بتاعت الادوار بتاعتي، اشوف عندي كام ليفل وارتفاع كل ليفل كام. فانا ممكن ادخل على اي اليفيشن مثلا الايست، وابدا اظبط الليفل 0 ليفل 1 ليفل 2 وهكذا. فاول حاجه اعملها هدخل اليو ان اللي هي اليونت، وابدا اظبط ان الحاجه دي مثلا بالمتر، واحط له مثلا 2 ديسيمل، واقول له اوكي اوكي تمام. طيب هبدا ارسم بقى ليفل، هتروح للاركتكشر وتقول له انا عايز ارسم ليفل. وخلي بالك من حاجه، لو حضرتك كنت موجود في الفلور بلان هتلاقي الليفل مش متفعله، مش ما ينفعش ترسم ليفل وانت في الفلور بلان، لان انت موجود في ليفل معين، ما ينفعش ترسم ليفل فوقيه او تحتيه. فانا هخش كده على الليفل 1 واروح قايل له ان انا عايز اعمل في الاليفيشن، عايز ارسم ليفل جديد، وليكن مثلا اسميه ليفل 3، وليكن مثلا 3.4 وهكذا. فبتبدا ترسم الليفلات زي ما انت عايز. طيب عملت الليفلات كلها، كل ليفل بترسمه هو اوتوماتيك بيبدا يعمل لك استراكشر بلان ليه، وفلور بلان ليه، وسيلينج بلان ليه، كل واحد فيهم. ليه؟ لماذا؟ لما بختار اركتكشر وادخل في الليفل، في جزء كده اسمه ميك بلان فيو، بلان فيو تايب، تقدر منه ان انت تشيل مثلا علامه من بتاعت الاستراكشر او علامه السيلينج وتخلي فلور بلان بس. اوكي، اي حاجه ترسمها يبدا يعمل لك البلان بس. طيب بعد كده ندخل على ليفل 1 ونبدا نرسم الجريد. رسمنا اول جريد اهوت، الثاني، الثالث. هو اوتوماتيك بيبدا يشوف الرقم بتاعك ويرسم جريد تاني برقم بعديه. يعني لو انا خليت دي 3 3.1 وبدات ارسم جريد جديد يرسمه 3.2 وهكذا. طيب هبدا ارسم جريد اخر، ولكن هسميه A. فلما ارسم جريد جديد هي هو هيسميه ايه؟ B وهكذا. لو سميته مثلا A.1 هيبدا يسميه A.2. هو اوتوماتيك بيشوف اخر جريد اترسم ويبدا يبني عليه. طيب لما برسم جريد بخليه من نفس الخط او من نفس الستريت بتاع الجريد اللي فات. يعني لو انا بادئ من هنا ابدا برضو من نفس النقطه. ليه؟ عشان يربطهم ببعض، لو واحد فيهم اتحرك التاني يتحرك معاه. يعني لو انا جيت هنا وبدات اتحرك ده، كل الجريد هيبداوا مع بعض ويتحركوا مع بعض بالشكل ده. لو انا عايزهم ما يتحركوش مع بعض في شكل قفل، هروح دايس عليه كده خلاص ده يتحرك
بدون التأثير على الباقي. واول ما بعمل سيلكت على اي واحد فيهم هو اوتوماتيك بعلم على 3 دي ديت بخليها 2 دي، لو انا عايز ينفصل عنه بعلم على 3 دي واخليه 2 دي. دلوقتي لما اتحرك ما ياثرش في الباقي، يتحرك هو بس. طيب لما بعمل، عندما اعمل سيلكت على اي جريد بيبدا يعمل لي تمبوراري دايمنشن، دايمنشن مؤقت. تمام، اول ما بدوس بره الدايمنشن ده بيختفي، عندما اعمل سيلكت مره اخرى على الجريد يظهر تمبوراري دايمنشن. تقدر تعمل سيلكت على العلامه ديت ميك تغير ذيس تمبوراري دايمنشن، خلاص يبقى ده الجريد شغال معايا، الجريد ده هيبقى ظاهر معايا. اقدر اقول له ايديت ويتنس لاينز وابدا اعمل سيلكت هنا وهكذا. تمام، ممكن الاقي علامه القفل دي، اقفل القفل ده واقفل القفل ده. معناها ايه؟ معناها لو واحد فيهم اتحرك كل الدايمنشن الباقي يتحرك عشان يحافظ على المسافه بينهم، المسافه بين الجريد دوت والجريد دوت. تمام، يعني لو حركت ده كل الجريد يتحرك مع بعض في نفس الوقت. دي فكره الجريد مع والليفل، برضه نفس الفكره. لو انا هنا في الايست وعملت سيلكت على دوت هلاقي الجريد ده ظهر لي تمبورالي، اقدر اعمل سيلكت عليه يتحول لدايمنشن ثابت معايا واقدر اقفله، بحيث لو حركت اي ليفل فيهم التاني يتحرك معاه بنفس المسافه. تمام، طيب انا ببدا اسمي مثلا ليفل 1، ابدا اشوف طريقه التسميه اللي انا عايزها بحيث انها تبقى واضحه جدا للي هيشتغل. مثلا ليفل 1 ده اركتكتشر زي ما احنا كنا مسميين هناك. تمام، كنا عاملين واحد مثلا دي ده اليفيشن، ده سيكشن، اوفر فيو، لاي اوت. ده دايمنشن اهوت، ده مثلا الجراوند، ده حاجات خاصه بيه المناره، ده حاجات خاصه بيه الروف. بالشكل دوت، ده ال 3 دي. في ده عنصر لما عملت سيلكت عليه ده عبارة عن لينك بس مظهر معايا. الميزة في شغل البيم او في الريفت ان انا عندي حاجة زي الليارات في الاوتوكاد، انا عندي الليارات اقدر اطفيها واقدر افتحها وهكذا. لكن في الاوتوكاد مفيش اي انك ترسم حاجة على لير خطأ، يعني ترسم شغل معماري مثلا على شغل انشائي او على لير انشائي، او ترسم حائط وول على لير بتاعت دور او باب. انما في البيم لا، مستحيل ترسم حاجه او صعب جدا ترسم حاجه بالخطا في مكان اخر. تمام، على سبيل المثال لو انا قلت له في في، تمام، في في اللي هي فيزابيلتي جرافيكس، فيزابيلتي جرافيكس في في او في جي الاثنين شغالين. تمام، لو قلت له في في بيبدا يظهر لي القايمه ديت. القايمه دي انا مش بتحكم فيها، يعني في الاوتوكاد انا بقدر اسمي اللير مثلا وول او اسميها اي وول او اسميها دبليو اي او اسميها وول 1، وقد تلاقي كل الاسامي دي في نفس الملف وتلاقي في مشكله لما تعمل لير ايزوليت، تلاقي نص الحوائط ظاهره ونص الحوائط موجوده في مكان اخر. هنا لا، يعني على سبيل المثال لو انا قلت له انا لا اريد رؤيه الضغطات، هعمل سيلكت على كل الضغطات، الضغطات اللي هي بتاع التكييف، وقلت له هايت، وقلت له اوكي، فقط الضغطات هي اللي هتختفي، مفيش حاجه تانية هتختفي غير الضغطات. تمام، لو قلت له في في تاني اقدر اعلم على الضغطات
واعمل علامه واقول له اوكي بالشكل دوت، فتبدا تظهر الشغل بالشكل دوت. هذا مثلا عمل اللامب، نعم في الاوتوكاد، في الكالك اوتوكاد في الاوتوكاد ممكن يعني. تحط الحاجه على حاجه مش بتاعتها، يعني ممكن احط مثلا شغل كهرباء على لير معماري والاوتوكاد مش هيعترض او يقول لي مشكله، انما هنا خلينا نعمل سيلكت مثلا على اي عنصر وليكن مثلا الاكيوبمنت ديت، اوتوماتيك ما دام ميكانيكال اكيوبمنت هتلاقي محطوطه في ميكانيكال اكيوبمنت، هتلاقي الليفل بتاعها، هتلاقي انها موجوده في على الروف، والاوفست فروم هوست 218 في ارتفاع 21 سم، على اساس ان في قاعده، على اساس ان المكنه دي ساعات بيبقى في حركه واهتزازات فاحنا بنعمل لها قاعده ليها. هتلاقي الكونكشن دايمتر التوصيله بتاعتها تبقى قد ايه، السيستم كاليفيكيشن الحاجه اللي هتخش جواها، دوميستيك كولد ووتر، السيستم نيم كولد ووتر 17، هتلاقي المحطوط على الورك سيت ووتر سبلاي، وهكذا. كل المعلومات اللي انت قد تحتاجها هتلاقيها بمجرد ما تعمل سيلكت، عكس الاوتوكاد بتلاقي كلمه واحده. هنا ده مثلا عباره عن ايه، ده بلامينج فيكتشر تانك ووتر، ده خزان ميه، تمام. وتقدر تشوف كل التفاصيل بتاعه خزان الميه، ونقدر نشوف المواسير الميه بشكل قوي بالشكل دوت اهو، وهنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نرسم العناصر دي بشكل سهل جدا. المشروع دوت او المبنى ده تحديدا، المبنى ده تحديدا عملنا فيه اوجمانتد فيرتشوال رياليتي، عملنا فيرتشوال رياليتي. احنا عندنا في خاصيتين موجودين، في خاصيه اسمها اوجمانتد رياليتي وفي حاجه اسمها فيرتشوال رياليتي. الاوجمانتد رياليتي يعني بدمج التصميم اللي موجود في البيم مع الواقع، يعني ببقى موجود في الموقع وشايف التصميم اللي موجود، لابس نظاره مثلا بتاعت جوجل او كده، وشايف التصميم اللي موجود في الريفت مع التصميم اللي او مع الحاجه اللي موجوده في الموقع، ده اسمها اوجمانتد رياليتي. مثلا اللي تنفذ هو الاستراكشر بس، لكن لما بلبس النظاره بشوف لما المشروع هينتهي هيكون شكله عامل ازاي، بيبدا ياخد الصوره من الكمبيوتر ويبدا يوريها النظاره، فبدمج الاثنين مع بعض. في بعض الالعاب بتبقى كده، بيبقى تمسك الموبايل فانت بالكاميرا بتاع الموبايل انت شايف المكان اللي حواليك، وبتشوف مثلا كائن معين وتبدا تصطاده مثلا، وموجود مثلا في ايكيا ان انت بالموبايل بتشوف الغرفه الفاضيه بتاعتك. لو انت اشتريت ترابيزه من ايكيا او سرير من ايكيا هيكون شكل الغرفه ازاي بعد ما تشتري الحاجه، ده اسمها اوجمانتد رياليتي، ودي ليها فوائد كتيره جدا جدا. في الموقع بتتخيل شكل حاجه هيتم ازاي وهكذا، في انقذتنا من مشاكل كتيره موضوع الاوجمانتد رياليتي ديت، ان احنا اكتشفنا المشاكل قبل ما بتحصل، قبل ما نكون بنينا بنكتشف المشكله. ده احنا استخدمنا فيه فيرتشوال رياليتي مش اوجمانتد رياليتي، فبين من بره كده واحنا لابسين نظاره نشوف شكل المبنى هيبقى عامل ازاي، لو انا بلف حوالين المبنى هيبقى عامل ازاي. في نظاره كنا جايبينها كانت غاليه جدا، فاكر في 1500 دولار 1500 ريال، يعني في حدود 500 دولار، بنشوف شكل المبنى عامل ازاي. فاكتشفنا ان في ميكانيكال اكويبمنت ظاهر من بره ودي خطا، فاضطرينا ان احنا نعلي السور سنه، نرحل المكن شويه بحيث اللي من بره ما يشوفش التفاصيل او شغل الميكانيكال، لا يشوف بس شغل المعماري، لان هو كان في زي ما حضرتك شايف كده في شغل معماري جميل جدا بالشكل دوت. تمام، في شويه تفاصيل جميله جدا بنشوفها. طيب من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في الموديل دوت، ان انا ممكن في اي لحظه اخد فيه سيكشن 3 دي بسهوله جدا،
ما اعلمش على حاجه خالص، واخش في الخصائص واقول له سيكشن بوكس، بيبدا يظهر لي المربع دوت، اقدر احرك وادخل جوه المبنى 3D بالشكل دوت. فهنبدا بقى نشوف يعني، صدقني هتلاقي مشاكل ممكن ما تشوفهاش غير لو انت فعلا داخل بشكل زي كده. ده السيلينج، ده شغل التكييف. ونشوف ازاي مع بعض نجيب الكلاشات او نجيب المشاكل او التعارضات اللي موجودة. تمام. ده فوق السيلينج. تمام. هو لان هو مسجد، هتلاقي بس شغل البلامنج فيه جزء معين اللي هو الحمامات. طبعا احنا عاملين حاجة اسمها سبيس، بس ده في الملف اللي هو بتاع الميكانيكال، بحيث ان انا اقدر ادخل كل المعلومات الخاصة بالكهرباء وبالتكييف والانرجي والحسابات بتاعتها، على اساس ان برضه المشروع ده كان فيه حسابات كتيرة جدا. تقدر تشوف المبنى اهوت، هتلاقي مثلا في، اعتقد دي حاجة خاصة بالتكييف، الكتريكال فيكتشر، اي اللي هو بيتحكم فيه درجات الحرارة، وطبعا بيشتغل بالريموت كنترول، بس انا مش عارف الريموت الصراحة كنا حاطينه فين. ده هنا الجزء هو بتاع التكييف مع الوصلات، دي البلامنج اهوت. ده كان معمول LOD 300، فمش حاطين فيه السبورت او الهانجر او المثبت، ده هيبقى فيه ال 400، فاحنا ما حطيناهوش. وده اللي انا بقوله، البيم مانجر لازم ما يبذلش حاجه اضافيه، يعمل بس اللي مطلوب منه في المرحله دي كبيم مانجر، ما تبذلش حاجه اكتر من المطلوبه. فلازم تبقى معروف ايه الحاجه اللي مطلوبه مني في المشروع دوت، ما بذلش جهد اضافي خالص. ممكن نيجي هنا، عايزين نبدا نشوف لو انا عندي مشكله مثلا ابدا اكتشفها ازاي. طيب ممكن اقول له مثلا في في، هتلاقي الورك سيت هنا كلهم فيزابل. ممكن تقول له لا انا مش عايز مثلا الورك سيت بتاعت الميكانيكال، طيب انا مش عايز الورك سيت بتاعت البلامنج هيلث، فيبدا يلغي العناصر. كل حاجه محطوطه في الورك سيت بتاعتها، كل حاجه محطوطه في اللاير بتاعتها، فبيبقى سهل جدا ان انا اتحكم في المشروع. يعني في الاوتوكاد نادرا لما بلاقي ملف اوتوكاد سليم الحاجات محطوطه في الحاجه بتاعتها. ده مثلا بتعمل سيلكت بيقول لك ده فرنتشر، وده عباره عن كرسي ونوعه كذا، وكل التفاصيل اللي ممكن تحتاجها. تمام. ده مثلا عباره عن بلون فيكتشر، ده عباره عن سينك حوض. طيب لو انا عايز اعرف الكلاشات اعمل ايه؟ اعرف اعمل الكلاشات، بروح على قائمه كولبريت وبقول له انترفيس تشيك، ران انترفيس تشيك، واقول له مثلا انا عايز كلاشات بين مثلا الاستراكشر مع ده الاستراكشر، ده ملف الاستراكشر، وليكن مثلا الاستراكشر مع السيلينج مثلا، ايا يكن يعني الكلاش، تقول له اوكي مفيش كلاشات الحمد لله. طيب خليني اظهر حاجه معينه، اظهر الميكانيكال واظهر البلامنج، اوكي رن انترفيس تشيك. هو يعني اغلب المشاكل اتحلت، بس انا في المرحله بتاعت ال او دي 300 ما بعملش غير نوع معين من الكلاشات، وفي كلاشات بعديها او بسيبها المرحله اللي بعد كده ما ينفعش ان اخدها معايا، وليكن مثلا الوول مع البلامنج بايب. نخلي بالنا هنا حاطط كاتيجوري معينه اللي موجوده في الملف دوت، هنلاقي ان الكاتيجوري اللي موجوده في البلامنج هي عباره عن ميكانيكال اكيوبمنت، عباره عن بايب، عباره عن بايب فيتنج اكسسوري بلان فيكتشر وهكذا.
فانا هقول له اعمل لي بين الوول والبايب دي، اكيد هتلاقي منها عدد لان هي مش في السكوب بتاعنا ان احنا نحلها. اول ما عملت سيلكت قال لي ان في بايب هنا خبطه مع الحته ديت، فنقدر نعمل سيلكت كده ونلاقي ان فعلا في بايب هنا خبطه مع الحته. لو مش ظاهره معايا في ال 3 دي اقدر اقول له شو وريها لي في مكان تاني، فيبدا يعمل لي شو، يبدا يوريها لي في مكان تاني لحد ما ابدا اشوف فين المشكله بالظبط. طيب احلها ازاي؟ ببدا اشوف مين المفروض تتحرك، اكيد البايب هي اللي تتحرك، فببعت للشخص المسؤول عن البلامنج اقول له ان البايب دي محتاجه انها تتحرك. انا اشوف السري دي اول ما تتحل المشكله ببدا اقول له ريفرش فيبدا يحل المشكله دي. عندي مثلا بايب ثانيه اهيت، طيب ممكن عشان نشوفها احسن اقول له مثلا خليها لي هيد لاين او واير فريم. ممكن نعلم على الحيطة ديت، الحيطة اللي فيها المشكلة، وأول ما أعلم عليها أقول له وري لي دي سيلكشن بوكس، أنا عايز أشوف الحيطة دي بس. أهيت عمل لي زوم عليها، هنلاقي فعلا إن في كذا بايب معدية جواه أصلا، يعني هو التصميم بتاعها إن هي داخلة جوه الحيطة، فأقدر إن أنا أشوف أنهي بايب فيها اللي بيتكلم في بيناقشها. بنلاقي ان هو مثلا قصده على البايب ديت الجزء دوت، هي البايب دي موجوده اصلا جوه الحيطه في التصميم نفسه، تمام؟ فدي ما تعتبرش كلاش، هي هيفتح لها الفتحه بتاعتها بس، تمام؟ طيب دي الفكره، ان انا ببدا اشوف المشاكل وببدا ان انا احل مشكله مشكله في الريفت. في برنامج النفس سوركس هنبدا نشوف ان هو بيديني امكانيات اكتر، ان هو بيديني ان انا اقدر اعلم على مشكله مشكله، هل دي مشكله او لا، هل احنا في طريقه لحلها وهكذا، تمام؟ باشمهندس عبد القادر معايا؟ طيب انا هستاذنك بس ابص على اشوف اذا كان في حد سال سؤال على الجروب ولا لا قبل ما نكمل. لا تقريبا ما فيش. لا مفيش حد سأل سؤال الحمد لله. طيب نكمل، تمام؟ فبرنامج الريفت بيسهل كتير جدا على المدير بتاع المشروع ان هو يبقى عنده فهم للمشروع، عنده درايه. سهل جدا ان انت لو طلب منك ان انت تحط لي اللوح كلها مع بعض او حط لي المشروع كله في حاجه واحده، سهل جدا ان احنا نبدا نشوفه، سهل جدا ان احنا نعرف فين المشاكل، عكس لو انا عندي الموضوع ده في البن. يعني لو احنا جينا مثلا عند الليجند هتلاقي كل الليجند اللي موجوده معموله 2 دي بتوضح لك التفاصيل. لو جينا نبص على السكادول هنلاقي عندنا حاصل مثلا للفرنتشر. نخلي بالنا ان الحصر دوت او الجدول ده موجود اصلا قبل ما نعمل المشروع، مجرد بس ممكن نكون احتاجنا ان احنا مثلا نظبط حاجه فيه بسيطه، بس هي الجداول دي موجوده اصلا قبل ما نبدا شغل، تمام؟ يعني الجداول ممكن مثلا ايه عملنا لها دوبليكيت ده مثلا خاص بالفرنتشر هتلاقيه ثابت. احنا احتاجنا بس ان احنا نعمل واحده خاصه بالامام او خاصه بالدبليو سي وهكذا، انما الجداول نفسها قبل ما نبدا شغل تبقى جاهزه. في عندنا حاجات خاصه مثلا بالال او دي دور سكادول، دي حاجات خاصه بالدور سكادول، الاسم الطيب، اسم الطيب مارك، الديسكريبشن، الفانكشن بتاعه، الموديل وهكذا. لو انت عملت سيلكت على اي واحد فيهم تقدر تغيره، لو غيرته هنا اوتوماتيك هيتغير هناك. يعني اي حاجه بتغيرها هنا
شكله ولونه ونوعه هيتغير في الموديل. لو انا عملت هايلايت الموديل هيبدا يفتح على الموديل ويبدا يوريني العنصر اللي انا اخترته بحيث ممكن غيرته. فده بيسهل جدا ان الجداول اللي عندي، يعني كان ساعات كتيره جدا الاقي جدول في الاكسل بيقول لي ان انا عندي مثلا بايب قطرها ربع بوصه، انا مش عارف البايب دي فين، هل دي صح ولا غلط، هل دي كتبت غلط ولا انا فعلا عندي النوع دوت. فعشان اعرف هي فين كان صعب جدا، انما هنا اوتوماتيك اول ما بعمل سيلكت هو بيبدا يعمل يبدا يعمل هايلايت الموديل ويوريني هي موجوده فين في الموديل، فاتاكد من المعلومه ديت. هو بيقول لي لو انت مش شايف الحاجه مظبوط قول له شيو موديل ويبدا يفتح لي فيو جديد، ابدا اشوف العنصر دوت وابدا اتاكد هل فعلا المعلومه دي مظبوطه ولا لا. فزي ما انت شايف في اسلوب مختلف في الشغل بيسهل عليا الشغل. تمام، زاد ان هو بتلاقي فيه كل العناصر اللي انت محتاج ان انت استاذ ايوه استاذ معناها من الاكسل، من الاكسل معناها نعمل سيلكت على عنصر كيما ونبغي نغير فيه، يعني يتغير اوتوماتيك في 3 دي. هو هنا الجدول هنا اسمه سكادول، هو مش موجود في الاكسل، يعني في الاوتوكاد كان بيبقى عندي ملف اوتوكاد وملف اكسل. هنا الاكسل بالنسبه لي هو عباره عن سكادول فيه كل المعلومات اللي انت تحتاجها، وتقدر تعمل اكسبورت من ملف الريفت للاكسل وتعدل فيه براحتك، لان ممكن يكون الاكسل اسهل في التعديل، وبعد كده تعمل امبورت للملف دوت جوه الريفت. عندي بعض الدول اللي تعمل يعني عندما تعد في الاكسل تعاود تبعثه في الريفيت، بيبدا بيكون فاهم اولات او العكس، هو بيبقى فاهم الملف دوت. ما ينفعش تجيب ملف اكسل وتدخله جوه الريفت، لا لازم يكون الملف صدرته من الريفت. يعني كل ريفيت عنده الاكسل بتاعه. ممكن يكون عندك الريفت صدر الاكسل اتعدل وبعد كده تدخله تاني. بنلاقي عندي كذا بتعمل الموضوع دوت. تمام، على سبيل المثال مثلا اعتقد ان انا مسطب اداه دلوقتي، اهي في اداه مثلا انا مسطبها اسمها سكادول داتا تو اكسل، بيقول لك ايه صدر الملف دوت اللي بره الحاجات ديت. عندي اداه ثانيه برضو، الميزه ان انت سهل ان انت سهل ان اي حد بيبرمج يلاقي سهوله جدا في التعامل مع البرنامج. يعني في الاوتوكاد بيلاقي صعوبه جدا ان هو يفهم البرنامج انا عايز ايه او بتعامل مع ايه. برنامج الاوتوكاد برنامج قوي جدا وبرنامج مشهور جدا والعالم كله بيستخدمه ومبيعاته اقوى اكتر من الريفت حتى الان. بس هو برنامج بابليك، يعني انت لو حابب ان انت ترسم عليه تيشيرت، عايز ترسم عليه شجره، ترسم عليه اي حاجه مش هيقول لا. انما هنا لو انا مثلا خلينا نروح لل 3 دي مثلا، جيت على الباب دوت وقلت له لا حرك لي الباب ده بره المبنى، هيجيب لي رساله يقول لي لا انا ما اقدرش اخرج الباب ده لبره، لو عايز تخرجه اعمله ديليت. يعني في حاجات معينه في الشغل هو يفوضها، هيقول لي مفيش حاجه في الدنيا كلها اسمه باب موجود في الهواء، يعني مفيش حد بيعمل باب من غير ما يكون في حيطه. انا ما شفتش الموضوع دوت غير في فيلم واحد بس، كان فيلم فلسفي كده كان اسمه ربيع خريف صيف شتاء، فيلم سينما ملوش اي معنى خالص. كان في باب من غير حيطه، وباب كده محطوط بقى تقدر تعدي من الباب او تعدي من جنب الباب براحتك، محدش يقول لك لا. تمام، هو هنا في الشغل الهندسي لا، هيقول لك يعترض في حاجات كتيره لما تيجي تعملها يرفض. يعني لو انت حبيت مثلا مثلا الشغل بتاع البلامنج تطلع بالماسوره لفوق مره واحده، يقول لك لا مش هينفع في الموقع، فلازم تلتزم بالحاجات على اساس ان يقدر المهندس يعملها في الموقع. ايه الفايده ان انا ارسم حاجه غلط وبعد كده في الموقع ما يعرفوش ينفذوها؟ هيقول لك لا دي هتنفع دي مش هتنفع. هوري حضرتك برضو ميزه موجوده في الريفت، ان انا
لو انا عايز اعمل تشيك، انا عايز اعمل تشيك على شغل الميكانيكي، تمام؟ فبلاقي من اناليسيس عندي حاجه اسمها شو ديسكونكت. شو ديسكونكت دي بيقول لي لو في اي حاجه مش متوصله اديني تنبيه ان الحاجه دي مش متوصله. الحمد لله الشغل سليم وكله متوصل. طيب خلينا نصعبها شويه، اقول له الكيبل تري والالكتريكال كله متوصل، لو في اي حاجه مش متوصله هيبدا ينبهني. طب خليني كده اجي هنا على سيستم وهبدا ارسم ضغط في الهواء كده من غير ما اوصله. لاحظ حضرتك عمل لي علامه هنا وعلامه هنا وقال لي الاثنين دول مش متوصلين، تمام؟ فهو هو اوتوماتيك، لو اي حاجه انت رسمها غلط يبدا ينبهك ليها، يبدا يقول لك اذا كانت دي صح تنفع ولا ما تنفعش. فبتلاقي كذا ادنس ناس عاملاها بشكل قوي، يعني دي مثلا بيم سوفت عامله شويه برامج قويه، هو قادر يفهم هو بيعمل ايه. وبتلاقي ادنس مثلا خاصه بان انت تعمل شغل مثلا فيرشوال رياليتي، مجرد ان انا ادوس ستارت وتلبس النظاره خلاص انت شايف شغل 3 دي، تمام؟ في الاوتوكاد لا، انت عندك 2 دي، حتى لو عملتها 3 دي ما بتبقاش بنفس القوه اللي بيقدر يتعامل معاها، ما بيبقاش قادر يفهم العناصر دي. ده مثلا برنامج اهوت اسمه انسكيب، في نفس الثانيه اللي هعدل في الموديل يتعدل في الانسكيب في نفس الثانيه، اول ما بعدل حاجه بتتعدل هنا اوتوماتيك. فدي بتفيدني كبيم مانجر ان انا اشوف المشروع ممكن ما يكونش فيه كلاشات، بس يكون فيه مشكله موجوده في ال مشكله موجوده في ان مثلا في حاجه ناقصه. على سبيل المثال مره كنت بعمل فيرتشوال رياليتي، او لا كنت بعمل فيرتشوال رياليتي، كنت بعمل لوك ثرو، كنت بمشي جوه المبنى، تمام؟ هذا هو المبنى اهوت، ده معمول له رندر جاهز اهوت، تمام؟ هو البرنامج بيعمل رندر جاهز، اول ما بتدخل عليه بيعمل لك رندر جاهز وتقدر تشوف المبنى وتعمل عليه زوم اهوت. واول ما تعدل حاجه يتعدل، يعني اول ما تحط اي عنصر هناك تقدر تشوفه هنا موجود، فتقدر لو عندك اي غلطه او اي حاجه. احنا مثلا من ضمن الحاجات اللي عندنا ندرسها المسارات، ان الشخص يقدر يخرج مثلا من الباب دوت ويمشي ويطلع على السلم ويعدي، ما يلاقيش في ضغط مثلا عالي مثلا يعوق ان هو يعمل صيانه في اي مكان، تمام؟ يقدر يروح المغاره مثلا، يروح كذا. هنا ده مثلا شغل الدرينج، موضح الارتفاع بتاعته. التوصيلات انا عامل هنا المسافات كلها بحيث ان لو اي حد عايز يدخل يعمل صيانه للمحابس ديت او للمكنه ديت يقدر يعمل بسهوله. فالحاجات دي كلها قدرنا نتحكم فيها لان احنا كنا شايفينها 3 دي ومتخيلين الحاجه تمشي ازاي، ما استناش لما المشروع يخلص ونكتشف المشاكل، تمام؟ لو انت لابس النظاره، مجرد ان انت بقى بتلبس النظاره تبدا تشوف الحاجات دي في النظاره. هو بيديك امكانيات مثلا ان انت تعمل اي كيو، تطلع تنزل. تقدر تشوفه برسبكتيف او تشوفه تو بوينت او ارسو بالشكل دوت. تقدر تشوفه ازاي بقى فيرتشوال رياليتي، ان انت بتيجي هنا بتلاقي عندك كرييت 3 دي فيو، بتلاقي عندك امر اكسبورت بتصدره اي اكس اي، بتلاقي عندك الريندر، بتلاقي عندك الفي ار، بتقول له انيبل، يبدا يكتشف النظاره ويبدا يحول لك الحاجات دي لفي ار. اول ما تلبس النظاره وتوصلها تبدا تشوفها. كاميرا باص تبدا تحمل مسار او تسيف مسار الكاميرا تمشي فيه وتعمل لنا ملف فيديو مثلا، انت كانك انت ماشي في قلب المشروع. ف بتلاقي انت عشان تعمل رندر زي ده في الماكس ياخد منك مثلا جهد وشغل وحاجات زي كده، تمام؟ هو انا بيقول لي انا منتظر ان انا اتعرف على النظاره اللي هتلبسها عشان اي حركه تعملها تبدا تشوفها في النظاره. هتلاقي عندنا برضو برنامج تاني، لو انت برنامج مجاني، في برنامج ليومن، ده برنامج تحفه
بيعمل رندر بشكل قوي بس محتاج جهاز عالي. عندي الحمد لله جهاز كويس. في حاجه اسمها توين موشن بيعمل رندر برضو لاي مبنى تعمله، واي حاجه تعملها تعديل بيظهر هناك على طول، وتقدر تعمل له اكسبورت وتشوفه في الفيرتشوال رياليتي وفي الاوجمانتد رياليتي. وتأثير بتاعه حلو جدا في موضوع المطره، لو انت عايز تعمل مطره في المكان بيعمله بشكل قوي جدا، وبرنامج مجاني يعني مش محتاج لك رقم. كان في مرة من المرات كنت بعمل ووك ثرو وما كانش في كلاش، بس كان في سلم والأعمدة تحت مش موجودة تمام، فأوتوماتيك شفنا إن في مشكلة، بيقول إن هو بدأ. أعمل بقى اكسبورت للملف دوت تمام، تقدر تشوف الملف ده اكسبورت. خلينا نحطه على الدي. فكان في سلم من غير اعمده جنبيه، فاخدنا بالنا منها وبعتنا للمصمم هل دي مقصوده ولا مش مقصوده، قال لنا لا ده انا نسيت احط الاعمده فحطيناها. فخدنا انتبهنا الموضوع لان احنا عملنا ووك ثرو او ان احنا اتمشينا بالكاميرا في قلب المبنى، فنبهنا المشاكل. التوم موشن هقول له اون بورد واروح مدخل الملف. بيقول لي إيه، انت عايز الماتيريال العادية ولا تظبط انت الماتيريال ولا ايه؟ اهو المبنى اهو اتعمل له رندر جاهز تمام. وبعد كده تقدر تاخد منه فيديوهات، تاخد منه صور جاهزه، الرندر بتاعه ما بياخدش ثواني، وتقدر تعمل حركه للناس حواليه، حركه للعربيات، حركه للطيارات. ده مثلا بتعمل باص للناس مثلا هتمشي في المكان دوت بأن شكل وهكذا، تقدر تحدد الحاجات دي كلها. ممكن تقول له مثلا ده انا عايز الجو مثلا يبقى فيه مطره بالشكل دوت، كأن في مطرة موجودة. لو حضرتك ركزت هتلاقي المطرة اهيت تمام. ممكن تقول له أنا عايز تبدأ في حاجات خريف ينزل يعني بالشكل دوت. وتقدر تتحكم في الرياح، تتحكم في السحب، المنظر اللي وراك. بتسهل الشغل بالذات على المعماري ان هو يبدا يشوف المبنى باكثر من طريقه، باكثر من شكل. الساعه كام بالليل؟ طبعا بالليل لازم تبقى فيه اناره موجوده. تقدر تقول له فيرشوال رياليتي، تقدر تشوف الشغل ده بالنظاره بتاعت الفيرشوال رياليتي. تقدر تختار 100 صوره، او تعمل بانوراما، او تعمل فيديو، او تعمل فيزنج، او تعمل ملف اي سي اي يتصدر. والحاجات دي كلها مش زي ال 3 دي ماكس بياخد مثلا ايام، لا ده في ثواني تلاقي الحاجه صدرت. ودي من ضمن الحاجات العجيبه يعني، المشروع بيبقى خفيف جدا وبتعمل شغل حلو يعني تمام. طيب عايزين نشوف مثلا مثال، لو انا عايز اعمل تمبليت لحاجه زي كده. ملف التمبليت هو عباره عن ايه؟ عن ملف ار تي اي. ملف ار تي اي بص هو بيعمل اكسبورت، اي حركه بتعملها حتى لو انت عملت زوم حركت بيبدا يعمل اكسبورت ليها، بحيث يبقى فيه ابديتد. ده خاص ببرنامج انسكيب تمام. خلينا نقفله والتوين موشن برضه نقفله. دي وانت تو سيف نو. لو انا عايز اعمل تمبليت، فانا اللي انا بعمله ان انا هلغي الشغل اللي هنا وهسيب الحاجه اللي ممكن تكون مفيدة في المشاريع اللي بعد كده. يعني في المشاريع اللي بعد كده هيبقى مفيد ليا ان انا عندي انواع مختلفة من الحوائط. وبص الحوائط احنا مدينها اسامي مفهومة، ان ده مثلا اي ار وول كذا، ان ده مثلا ده انترنال، ده اكستيريور، ده كيرتن وول اللي هو كذا نوعه كذا، ده الاستاد وول اللي هو كذا. طيب اعمل ايه؟ هلغي الشغل كله واسيب الخصائص واسيب المزايا واسيب الحاجات دي كلها.
يعني هاجي اعمل سيلكت مثلا على كل دول، اقول له ديليت ديليت، وطبعا اللينكات هشيلها وريموف لينك. ودول عبارة عن فلور بس بعمل لهم بن عشان محدش يقدر يلغيهم، هقول له ديليت وابدأ اشوف الليفلات، هل انا محتاج الليفلات دي ولا لا؟ غالبا انا مثلا محتاج اول اتنين بس، هلغي دول. الجريد غالبا او اكيد بيختلفوا مشروع لمشروع، هلغي الجريد، هدخل على اي بلان منهم والغي الجريد. هاجي هنا مثلا واقول له ان انا عايز اخش مثلا على الجراوند، وابدا اشوف ايه الحاجه اللي انا محتاجها وابدا الغيها. مثلا انا الشتات ممكن تلغي مثلا كل دول اللي هيكونوا مختلفين من مشروع لمشروع، الحاجه اللي مشتركه بس هي اللي هنسيبها، والحاجه اللي بتختلف من مشروع لمشروع ما دام بتختلف هنلغيها. السكادوال غالبا هنسيبه، السكادوالات هنسيبها، ممكن نحتاج مثلا ده سكادوال بتاع الاستير، خلينا نفتحه. الجدول موجود بس الاستير كله اختفى، كله اتعمل له ديليت، تمام؟ يبقى انا كده هنا اقدر اقول له مثلا اول ما ترسم ستير في المشروع الجديد هيبدا يجيب لي الارقام بتاعته ونوعه والحاجات دي كلها. وكذلك الوول، المفروض الوول بيطلع فاضي خالص، لما ترسم اي وول تبدا تظهر معاك في الجدول هنا. يعني خلينا نقول له مثلا انا عايز ارسم وول في اي دور من الادوار، وليكن مثلا هنا رسمت دور، رسمت وول قصدي، تمام. هتيجي هنا في الوول هتلاقي وول واحده بس اللي موجوده اللي هي انت لسه راسمها، لو دوست عليها وقلت له هايلايت هيبدا يجيب لك الحوائط ديت، فانت ممكن ايه تلغيها. الحوائط ديت خلاص هقول له ديليت، خلاص يلغي. الجريد كله هعمل عليه سيلكت واروح دايس رايت كليك واقول له سيلكت الغي لي كل الجريد اللي موجوده في المشروع. انا قافل الجريد، تمام، فعشان كده رفض. برضو دول دايمنشن وشويه حاجات، خلاص بلغيها، بخلي الملف بتاعي فاضي خالص. طب ايه الفايده بعد كده؟ الفايده ان انا لما هبدا المشروع هيكون معايا انواع الحوائط اللي انا بستخدمها، انواع الادوار، الدورس لما بقول له دور هيبدا يظهر لي انواع كتيره جدا ايه اللي انت ممكن تشتغل بيها. لو انت قلت له انا عايز مثلا فلور، تمام، هيقول لك انت عايز في انهي دور، هقول له المناره مثلا، هتلاقي في انواع كتيره جدا من الفلور موجوده جاهزه بالخصائص بتاعتها، ده مثلا كاربت 600 600 والسمك بتاعتها وهكذا، فهتلاقي سهولة جدا ان انت تبدأ تشتغل. وهتلاقي الخصائص بتاعتك موجودة جاهزة، مش محتاج ان انت تبدأ من اول وجديد، تمام. طيب هعمل ايه؟ هقول له فايل واقول له سيف از ريفت تمبليت. از ريفت تمبليت، خلينا نعمل كانسل. بص يا سيدي فاضل، هو دلوقتي رافض ان هو يعمل تمبليت لسبب بسيط خالص، الا وهو ان التمبليت ما بيتعملش فيه ورك سيت، لازم الغي الورك سيت دي الاول، يعني لازم اعمل حاجه تلغي لي الورك سيت ديت. الحاجه دي عباره عن ايه؟ بس هي تاخد وقت فانا مش عايز اعملها. اللي هي عباره عن ان انا وانا بفتح الملف، وانا بفتح الملف دوت وانا بفتحه لازم اقول له الغي لي الورك سيت. هيجي لي اختيار دلوقتي هقول له الغي لي الورك سيت، ساعتها ينفع ان انا سيف كتمبليت. التمبليت ما بيتحطش فيه ورك سيت، هم مبرمجينه على كده.
هو اللي عامل برنامج الريفت حاطط فيه الخاصية دي. تمام، اللي هي ديت بيقول لي ايه؟ Detaching this model will create an independent model. You will be unable to synchronization your change with the original central model. اللي لما بتعمل ديتاتش مش هتقدر تعدل على الملف الاصلي، الملف الاصلي اصلا موجود في سيرفر بتاع الشركه. تمام؟ فبيقول لي انت هتعمل سنتر جديد، طب انت السنتر الجديد ده عايز يبقى فيه الورك سيت ولا عايز تلغي منه الورك سيت؟ فانا بقول له ديتاتش اند ديسكارت ورك سيت، يعني الغي الورك سيت. ساعتها اي حاجه تعملها يقدر يعملها لك تمبليت. تمبليت ما بيبقاش فيه ورك سيت. دي الفكره ليه هو مش عايز يسافر تمبليت، لازم الغي الورك سيت الاول عشان يبدا يشتغل. الورك سيت انا عامل هنا واحد المعماري ده اللي فيه الشغل، ليفل اند جريد ده اللي فيه الليفل اند جريد، في واحد للاستراكشر ده اللي فيه اللينك بتاع الاستراكشر اللي جاي من بره، واحد للميكانيكال اللي فيه اللينك بتاع الميكانيكال. طيب خليني اعمل تراجع على موضوع الديليت. لما بقى تعمل المشروع من تمبليت هتلاقي عندك الاليفيشن جاهز، السكاشن جاهزه، ال3 دي موجود جاهز وهكذا. فبتبدا انت ما بتبداش من الصفر، بتبدا بحاجه تكون موجوده. دي الفكره من ان احنا بنعمل التمبليت. التمبليت انا بفضل ان اخر حاجه احنا عملناها، اخر حاجه احنا عملناها هي نحولها لتمبليت ونبدا نشتغل عليها. يعني اشتغلنا في مشروع فيلا مثلا وطلع مستواه كويس، فخلاص بنعتمده كتمبليت ونكمل شغل عليه. تمام، في اي سؤال في اللي فات؟ النقطة الأخيرة بص يا سيدي اتفضل، بص يا اتفضل التمبليت. اتفضل. في القضية تاع التمبليت مع الورك. التمبليت مع الورك سيت، هو الورك سيت دي اللي هي بتنظم الشغل. هو للاسف هم عاملين التمبليت لازم ما يكونش فيه ورك سيت. تمام، طيب الحل بتاع كده ايه؟ ان انا الغي الورك سيت قبل ما ابدا شغل. الغيه ازاي؟ لما باجي اقول له اوبن واختار الملف وبفتح بيديني اختيارين، بيقول عايز تحافظ على الورك سيت دي ولا تلغيها. لو هلغيها بيبقى في بعض المشاكل بتحصل نتيجه ايه؟ لو انا عامل الفيزابيليتي من خلال الورك سيت. يعني ايه اعمل فيزابيليتي من خلال الورك سيت؟ يعني هوري حضرتك حاجه. تمام، هتلاقي هنا عندي ديتاتش اند ديسكارد ورك سيت، يعني افتح واعمل ديتاتش، افصل الملف ده على الملف الاصلي والغي الورك سيت. طيب امتى تحصل المشكله؟ هقول لك دلوقتي. يعني كل مشروع عند كل مشروع يندر في ورك سيت خاص. الورك سيت بتعمل كرييت، اول ما بتبدا تعمل بتدوس على الزرار دوت اللي تحت خالص ورك سيت، وتقول له نيو، وتقول له اعمل لي ورك سيت وليكن مثلا اسمها 08 مثلا دورز. تمام خلاص، يبقى انا اي دورس هحطها في الورك سيت ديت وانا برسم. خليني اقول له اوكي. اوكي طيب، انا دلوقتي هرسم وول، هرسم وول، هعمل ايه؟ هقول له انا هرسم في الاركتكشر واقول له انا عايز ارسم وول وابدا ارسم الوول بتاعتي. طيب بعد كده هرسم دور، هاجي هنا اقول له دور واقول له انا عايز الدور وابدا احط الدور هنا. تمام، طيب لو جيت تعمل سيلكت على الدور هتلاقي ان هو موجود على ورك سيت اسمها 08 دورز. لو جيت تعمل سيلكت على الحائط هتلاقي ان هو بيقول لك ان دي على ورك سيت اسمها اركتكتشر. تمام، لو جيت تشوف الميكانيكال هتلاقي محطوط على ورك سيت اسمها ميكانيكال، كل حاجه محطوط في الورك سيت بتاعتها. بحيث لو، ودي بقى المشكله، ودي يعني من الحاجات اللي انا بحذر منها خالص،
خلي التحكم في الحاجه تظهر او ما تظهرش من هنا من الفيزابيلتي ديت اللي هي اول واحده اللي هي موديل كاتيجوري، ما تخليهاش من الورك سيت. في ناس بيقول لك انا هخليها من الورك سيت، لو الفيو محتاج ان انا اظهر المعماري هظهره من هنا. لا، الورك سيت مش معموله عشان الاظهار، الورك سيت معموله عشان نتحكم مين اللي يعدل ومين اللي ما يعدلش. وضحت؟ يعني الورك سيت محطوطه عشان نتحكم في الشغل، مش معمول عشان الاظهار، الاظهار معمول عشان الموديل كاتيجوري والانوتيشن كاتيجوري. الموديل كاتيجوري دي العناصر ثلاثيه الابعاد اللي هي ممكن تظهر لو انا خدت سيكشن او تظهر في 3 دي. الانوتيشن دي الحاجات 2 دي زي الجريد، زي التاج، زي التكست، زي الدايمنشن، زي الجريد، زي الليفل، زي حاجات كتيره جدا عباره عن الفيو ده. بس لو خدت سيكشن او 3 دي مش بتظهر، لان هي ما بتشوفهاش في الواقع. يعني الموديل لو انت نزلت الموقع هتشوف الدورز، هتشوف الوول، هتشوف الفلور، هتشوف الفرنتشر، انما الانوتيشن مش هتشوفها، مش هتشوف الكتابات في الموقع. فانا بتحكم في الموديل والانوتيشن من هنا. لكن الورك سيت معمول عشان مش في الرؤيه، عشان اتحكم بمين من صلاحياته يعدل او ما يعدل. لكي يعدل احدهما يعني يتصل بالاخر، يعني مش كيما يعني انا لو معماري انا عندي شغل معماري بس، يعني ندير طلب على ان الاسم باغي نعدل، نبعث للاركتيك ولا نبعث الالكتريك. معلش الصوت واطي. الصوت واطي مش سامع. ايه في السيت ورك. انا معنى المعماري يبغي يعدل حاجه في الستركتشر يتصل بالانشائي، يعني يكون يعني طلب، هناك طلب. هو ممكن تعمل سيلكت مثلا على حاجه تدوس كده. قبل ما تغير دير طلب، المعماري ولا الكهربائي ولا احنا بنعمل الورك سيت عشان ما حدش يعدل في شغل اخر. انا معماري حتى يعني ما انت ما تعدلش، يعني تجي تعدل الى تعمل يعني تطلب من الانشائي والكهربائي اللي راني غادي نبدل، يعني هنا يكون طلب. في لو انا مثلا معماري مثلا وبحرك السيلينج، فالسيلينج محطوط عليه شغل ميكانيكال شغل الكتريكال. اول ما حرك السيلينج بيدوا لهم ريكويست او يبعت لهم ان في حد هيعدل في الشغل بتاعكم. انا بعت السيلينج، بس السيلينج ده في شغل الكتريكال، فبيجي لهم رساله يقول لهم في تعديل، موافقين ولا مش موافقين؟ تمام. فهو مثلا لو انا هنزل ما عندوش مشكله، يعني لو السيلينج هينزل شويه يقول لك احسن، يبقى عندي مساحه. هيطلع ده هيضرب لهم الشغل، فيقول لك لا انا مش موافق. يبدا ايه بيتناقش معايا ويبدا يشوف التعديل ده سببه ايه، او ليه احنا غيرنا ارتفاع السقف يعني. تمام. طيب لو احنا جينا هنا مثلا وقلنا له احنا عايزين مشروع جديد، خلينا نيجي هنا مثلا. ده مثلا المشروع اللي احنا كنا بدأنا فيه اهو، ده مثلا ليفل 1. لو انا عايز ارسم الوول في الجزء ده مثلا هقول له وول. وخلي بالك هو الموضوع شبه واحد، يعني لو عرفت ارسم حاجه واتقنتها بتلاقي الباقي كله نفس الفكره. يعني الدور زي الويندو، الفرق الوحيد ان الويندو بنزود خاصيه اللي هي ارتفاع عن سطح الارض بس. فلما بعرف في البيم بتلاقي الحاجات كلها في بعض. ولو انت اشتغلت على الريفت ورحت لبرنامج اخر زي الاركيكاد او فيكتور وورك او ايكو سيم او بتلاقيهم كلهم نفس الفكره او نفس النظام، فبتلاقي سهل جدا ان انت تتعلم الحاجه. لو اول برنامج اشتغلت بيه خد منك مثلا شهر تعليم، هتلاقي البرنامج الثاني بياخد مثلا 10 ايام، لان انت خلاص فهمت الفكره وفهمت الكونسبت والحاجات دي.
طيب لما باجي اقول له عايز ارسم، وليكن مثلا هرسم الحائط من هنا، بيديني اختيارات كتيره. الاختيارات ديت لما بفهمها بتسهل عليا بعد كده كتير. يعني مثلا هبدا ارسم، فبيقول لي انت عايز ترسم خط، ولا عايز ترسم مستطيل، ولا عايز ترسم ارك، ولا عايز ترسم، عندي حاجه اسمها بيك لاين. ببدا اعلم على الخطوط الاوتوكاد، فالخطوط الاوتوكاد دي تتحول ل ريفت. يعني بيبقى عندي الخط في الاوتوكاد، لما بعمله بيك بيحول الخط ده لحيطه حقيقيه 3 دي. انا عملت سيلكت مثلا على الخط دوت او الجريد دوت، هتلاقيه اتحول ل 3 دي، وبقى فعلا حائط حقيقي. طيب هنقول له لا، احنا مش عايزين الحائط بالشكل دوت، موجود اهو في السكشن وفي البلان وفي كل حاجه. اقول له لا الغيه، واقول له انا عايز ارسم حائط اهوت، وول، وابدا ارسم مثلا بالشكل ده. طيب بيقول لي اللي انت عايز ترسمه الارتفاع بتاعه ولا دبس للدور اللي تحت؟ هقول له هاي. طب انت عايز ترسمه لاني دور؟ يعني انا ممكن اقول له مثلا للدور الرابع. مجرد ان انا ارسم كده هيبدا يرسم من اول دور الاول لحد الدور الرابع. فلو انا جيت هنا ودخلت في 3 دي، هتلاقي ده اترسم من الليفل 1 ل 6 متر، وده اترسم من الدور الاول للدور الرابع. ماشي؟ ولاحظ ان انا بعمل سيلكت، هو بيعمل لي دايمنشن مؤقت. الدايمنشن المؤقت ده تقدر تيجي هنا وتخليه مثلا 5 متر، خليه مثلا 3.5، فيبدا يحرك الحاجه على قد ما انا عايز، زي ما انا عايز، وبيبدا يديني حاجات اقدر احركها. وهو فاهم ان ده وول، فلو انا قلت له وجد لي الكلاش بين الوول واي حاجه تانيه، يبدا يجيب لي الكلاشات. يعني خلينا نرسم مثلا، نرسم مثلا ايه، نرسم بايب مثلا اهو، او ضغط وهدخل في الكلوبريت، واقول له جد لي الكلاشات اللي بين الضغط والوول. ظهر عندي 3 كلاشات، لان الضغط معدي بين 3 حوايط، فيبدا يجيب ثلاث حائط. تمام. فبتبقى ميزه حلوه ان انت فاهم فين الكلاشات على طول، بتروح لها تلقائي. تمام. ف بتبقى ضامن ان انت بعت المشروع ومفيش اي كلاشات موجوده، كل الكلاشات بتبدا تحلها. يعني ممكن مثلا كلاش زي دوت نعمل سيلكت، ونقول له مثلا احنا عايزين نفتح اوبننج هنا، هعمل سيلكت على الحيطه وهقول له ايديت بروفايل، وابدا افتح هنا مثلا اهو. تاني هعملها في حته تانيه ونشوف. تمام. اعمل مثلا الحته ديت، اقول له سيلكت، واقول له ايديت بروفايل. ايديت بروفايل يعني انا عايز اعدل الشكل. ممكن تعدل الشكل ده بان انت مثلا تفتح اوبننج زي ما هنعمل دلوقتي. تمام. او ان انا اعدل الشكل الحيطه، يعني الشكل ده مثلا بدل ما هو خط كده، لا انا هعمله ارك مثلا اهو. ممكن ارك مره واحده بالشكل دوت، او نعمله بشكل اخر. هعمل الحيطه دي مثلا واقول له ان انا عايز اعمل لها ايديت بروفايل، وابدا افتح اوبننج بالشكل دوت. وهقول له مثلا الخط اللي فوق دوت، لا ده انا عايز ارسمه مثلا بالشكل ده. اخد الخط ده كده اهو، بالشكل ده. تمام. فنيجي نشوفها كده، ندوس شيفت مع البقرة اللي في النص، هتلاقي ان الحيطة مثلا معمولة بشكل منظم بشكل ده. طيب تعالى بقى نشوف الكلاشات بين الدكت وبين الوول. نو انترفيس ديتكتد، مفيش اي كلاشات خالص، لان احنا عملنا الاوبننج في كل الحوايط. تمام. ده حل. والحل التاني ممكن مثلا ان الدكت دوت احاول اغير المسار بتاعه بحيث ان هو ما يخبطش في الحائط. ففي حلول كتيره ممكن تقعد تفكر فيها. تمام. زي ما انت شايف، هو برضو لما بيلاقي في حاجه مش متوصله بيبدا ينبهك، يقول لك ان الحته دي مثلا مش متوصله. طيب الحاجه دي ممكن تكون نركب لها كاب اند. كاب اند يعني طبه او حاجه في اخر الماسوره تقفلها. تمام.
بالشكل دوت، بنقول له كاب ان نقفل، او ان احنا نوصلها، نوصل الحاجه ديت بالمكنه او بالحاجه اللي احنا عايزينها. فبنبدا نفكر في الحلول التكنيكال اللي تحل المشكله ديت. وفي برامج بتعمل تشيك على كود، او في ادنس. ادنس عباره عن ايه؟ برنامج بتسطبه بيحل لك مشكله. يعني انا مثلا بصد مثلا عندي هنا كذا ادنس انا مسطبها، كل واحده فيها بتحل مشكله، بيكون عندي حاجه مش موجوده في الريفت هو بيبدا يحلها. تمام، عندي حاجات مثلا خاصه بال زي ما احنا شفنا مثلا التون موشن بيعمل لي ريندر 3 دي، عندي حاجات خاصه بال ده، حاجات خاصه بالفاسيلتي مانجمنت اللي هي المعلومات الخاصه بالكوبي بال 7 دي. دي عباره عن ايه؟ ان هو بياخد كل معلومات المشروع ويطلعها في صيغه تفهمها برامج البي ام اس. انا كل اللي انا عليا ان انا اعمل سبورت للمعلومات اللي عندي بطريقه او بلغه يفهمها البرامج الفاسيلتي مانجمنت. الفاسيلتي مانجمنت بتتكلم لغه مختلفه، فانا لازم احول او اعمل صيغه. فهو في اللي هي سمارت بيلدينج زي ما اتكلمنا، او عملت ايه؟ بيلدينج سمارت ديت عملت صيغه. في عندي صيغه اسمها الكوبي، مجرد ان انا بس بعمل بعد ما اكتب المعلومات كلها ببدا اقول له سيت اب ورن، وبعد كده بقول له اكسبورت، فيبدا يصدر لي ملف الاكسل دوت اللي اقدر اخده اوتوماتيك من غير ما اعدل فيه وادخله في برامج الفاسيلتي مانجمنت. دي مثلا من ضمن الادنس او من ضمن الحاجات القويه. في ادنس مثلا انا بستخدمها خاصه باليو ال، خاصه بالليد، ان انا اتاكد ان المشروع بتاعي مطابق للكود بتاع الليد. وانا عندي مثلا حاجات خاصه بيه الليد، طبعا في كذا حاجه، في كور اند شيل، وفي حاجات خاصه بالاكسيستنج بيلدنج والنيو كونستراكشن والريتيل والسكادول. فببدا اختار ان ليد اللي انا عايز اعمله، بيبدا يقيم المشروع بتاعي. تمام، فبيقول لي سيف المشروع دوت عشان اقدر اشتغل عليه، فبعمل سيف للمشروع. خلي بالك هنا انا ما عنديش ورك سيت، فلما هقول له سيف لي المشروع دوت كتمبليت هيوافق مش هيعترض، هتلاقي التمبليت متفاعل معايا. ليه؟ عشان ما فيش ورك سيت. هي دي يعني غلطه او يعني حاجه المفروض ما تبقاش موجوده، بس هو البرنامج ما بيعملش تمبليت لو انت عايز ورك سيت. هو بيحاول السيف اهوت. تقدر تعمل اكسبورت للمشروع بتاعك، ريبورت تبعته للليد اساس يقدروا يقيموا المشروع وتاخد السيرتيفايت او كده، او تقدر تصدر المعلومات بتاعتك بصيغه اسمها جي بي اكس ام ال، صيغه بتفهمها البرامج المتخصصه في الاستدامه، وتقدر تشتغل عليها. بيقول لك بقى انت عايز تعمل بوزيتيف از، هتلاقي موضوع التمبليت متفعل بناء بشكل خالص. هتلاقي موضوع ان انت لو عايز تشتغل على كلاود، يعني ان انت عندك سريع وعايز تشتغل على كلاود اللي هي بنت 62، تقدر تشتغل على الكلاود. الاكسبورت تقدر تصدر للاوتوكاد بدون مشاكل، تقدر تصدر دي دبليو اف. الدي دبليو اف صيغه زي البي دي اف، عباره ان هو بيقدر يقرا الملف ويقدر يحط كومنتات بس ما يقدرش يعدل. في الاوتوكاد وفي الدي اكس اف وفي الدي جي ان ويقدر يعدل، انما في الدي دبليو اف بيحط كومنتات بس. الاف بي اكس ده امتداد خاص لو انت هتكمل شغل على 3 دي ماكس، يعني لو انت عايز تكمل شغل على 3 دي ماكس فبتقول له اف بي اكس. الان دبليو سي ده ممكن نبقى نشوفه في محاضره لوحده، ان انا بصدر لنفس ورك. عندي امتداد اخر الا هو الجي بي اكس ام ال، ده اللي انا بتكلم عليه اللي هو خاص بالانرجي سيتنج. لما بتقول له صدر لي الجي بي اكس ام ال بيبدا ياخد المعلومات ويبدا يصدرها في جي بي اكس ام ال، بس لازم تكون انت معرف الروم او السبيس. بعرف الروم او السبيس ازاي؟ انا هاجي هنا مثلا واقول له ان انا عايز اعرف الروم، الروم دي والروم دي، وكل واحده منهم ابدا اديها مثلا اسم.
مثلا بي دبليو اي رم ار. وان نعم ما فيش، لا لا قول بس انا ما سمعتش. قلت لك روم 1 روم روم 1 2. مثلا، اه روم 1 مثلا تمام، ودي هنسميها مثلا روم 2. اللذيذ ان البرنامج هيفهم، يعني البرنامج هيفهم حاجات كتيره جدا تمام. دي هنا مثلا مكتوب الاسم والرقم، طب انا ايه الميزه؟ خليني اقول له مثلا اظهر لي الاريا، فيبدا يكتب لك الاريا. ممكن تقول له اظهر لي الفوليوم، طيب الفوليوم مش محسوب حتى الان لسه ما اتحسبش، اهو هنحسبه مع بعض دلوقتي تمام. هنحسبه ازاي؟ هنيجي هنا في الاريا روم اند اريا، واقول له اريا اند فوليوم، واقول له احسب لي الاريا اند فوليوم. هو هنا ليه حاسب الاريا بس؟ على اساس ان هو اغلب الناس بتفاجئ الاريا ومش هياخد وقت في الحساب، انما الاريا اند فوليوم هياخد بس ايه؟ تاخير ثواني تمام؟ طيب انت عايز لما يحسب الاريا يحسبه من الول فينش، الفينش بتاع الحيطه، ولا من السنتر بتاع الحيطه، ولا من الكور اللي هي الحيطه ساعات بتتقسم لكور وبعدين فيها فينش بعديها، فانت عايز تحسب من اي نقطه؟ من نص الحيطه بالظبط ايا يكن، ولا من نص الكور، ولا من الفينش؟ يعطي لك اختيارات، يعني اه اختيارات اختار تحسب منين تمام؟ اه اقول له مثلا احسب لي من الول فينش، اوكي هيبدا يحسب لي اهوت الفوليوم بتاعي، بدا حسب لي الفوليوم. تقدر بقى ايه؟ طيب ممكن بقى اقول له ايه؟ ده خلي بالك من الرقم دوت والرقم ده. لو انا عملت سيلكت على ديت وحركتها شويه اوتوماتيك هتتغير، يعني في اي لحظه وانا شغال، في اي لحظه وانا شغال وعملت تعديل هو يبدا يعمل الحسابات كلها. طيب في مشكله حصلت دلوقتي لما جيت ادخل الحته دي شويه، رفض. انا عايز افهم رفض ليه. رفض عشان الشكل نفسه، الشكل نفسه هيبقى فيه اختلاف لو انا غيرت تمام. طيب خليني الحيطه ديت اهي 3D، بيقول لي الحيطه دي لو دخلت شويه كده كمان الشكل ده هي تتغير. بينبهني، بيعمل انجوينت الاليمنتس تمام، ما بقوش مرتبطين ببعض، لغى الحيطه خالص تمام. بس فانت طيب دي ممكن نحلها ازاي؟ ممكن اجي هنا هو رابط الاثنين ببعض، هاجي كده واقول له ايه؟ ديسيبل جوين. ديسيبل جوين يعني ايه؟ يعني ما تربطش الاثنين ببعض، كده بقت الحته دي مش مرتبطه بدي، ده يتحرك لوحده من غير ما يتاثر في حاجه من الحاجات دي. طيب حصل مشكله دلوقتي، واحنا شغالين بنتعرف على المشاكل. بص يا سيدي الفاضل، حصل مشكله دلوقتي هنا، انا بمشي الشكل الرقم بيتغير، بس في روم موجوده، لو انا خرجت بره الحيطه دي ما بقاش الشكل مغلق. لما انا باجي كده قال لي الحق انت عندك مشكله، ان كان في هنا روم بس في حصل فتحه فما بقتش روم. دي بوت ممكن، طب انا ممكن يكون عندي فعلا في اوبننج هنا او في فتحه هنا او ما فيش حيطه، احلها ازاي؟ بلاقي روم سبريتور، بقول له اقفل دي كده خلاص. كده بقى هو حاسس ان دي فعلا غرفه، انا عملت له روم سبريتور. ممكن اجي هنا اقول له في روم سبريتور بين الجزء ده والجزء ده، خلاص الغرفه دي بقت دي لوحديها ودي لوحديها. يعني لو دخلت في الفي بي ودخلت في الروم وعلمت علامه بلس وعلمت على الاثنين دول كده اوكي، خلاص بقت بالشكل ده. ممكن تقول له روم دي بقت غرفه لوحديها، نعمل كده. طيب عايزين خد بقى من قوة البيم وندي ألوان، مثلا ندي ألوان إزاي؟ هتلاقي عندك في أناليسيز، هتلاقي عندنا حاجة اسمها الكالر فيل ليجند. كالر فيل ليجند أهو، كالر فيل ليجند دي هتبقى ميزة حلوة لما يبقى عندك غرف كتيرة، ممكن تقول له روم وبالنيم أوكي؟ إدى كل واحدة فيهم اسم. طيب لو أنا سميت دي مثلا روم 02 تمام،
هو معتقد ان دي مختلف عندي. طيب خلينا ناخد كده دي كوبي ونحط دي هنا كده، تمام. الاثنين بقوا واخدين نفس الاسم، يعني ممكن تكون مثلا كل الحمامات هتاخد لون، تمام، او انت عايز تلون الحمامات بس، او بيسموها الويت اريا، الحاجات اللي ويت اريا بنديها لون معين على اساس ان بيبقى ليها فينش معين وكده. فبنعمل ايه؟ بقول له كولر في الليجن، ممكن نعمل سيلكت مثلا على دي واقول له ايديت وتشيل العلامه لو انت عايز واحده فيهم ما تاخدش لون مثلا. طيب ممكن نستفاد بحاجات زي كده كتير بقى، ان احنا مثلا ممكن لو جيت هنا وتقول له مثلا انا عايزك تعمل لي مش بالنيم، لا ده انا عايزك تعمل لي مثلا ب الفلور فينيش، تبدا تشوف الفلور فينيش وتديها لون حسب الفينيش، يعني هيدي لون حسب الفينيش. لو انت مدي سيراميك او خشب او اي حاجه بيبدا يدي الوان ليها، او ممكن تقول له اعملها لي حسب النمبر بالرقم، تمام. كل رقم فيهم هياخد لون مختلف، او حسب الوول فينيش، او حسب السيلينج فينيش، او حسب الاريا، تمام. هيبدا يشوف حسب الاريا قد ايه ويبدا يدي الوان حسب الاريا. طبعا احنا بنقدر نغير الالوان ده احنا عايزين، يعني في ايدينا ان احنا نيجي هنا ونغير الكلر ده لاي واحده فيهم بالشكل ده، تمام. فانت بتلاقي كنز عندك في البيم، بتلاقي عندك امكانيات كتيره جدا. طب خلينا مثلا نعمل سبيس. سبيس هي عامله زي الروم بس فيها معلومات خاصه بالانرجي. يعني ايه معلومات خاصه بالانرجي؟ لو عملت سيلكت على دوت ودخلت هتلاقي حاجات خاصه بالالكتريكال مثلا، اللايتنج كالكوليشن، هتلاقي حاجات خاصه بالاحمال، باللود، تقدر تحط الرقم اللي انت عايزه حسب الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده. هتلاقي حاجات خاصه بالميكانيكال فلو، تمام. وطبعا لما بتبدا تشتغل وتحط الحاجات دي هو بيبدا يلقطها ويبدا يفهمها. هتلاقي حاجات خاصه بقى بالانرجي، دي خاصه بالمعماري، تمام. عندك مثلا هل في بلينم ولا لا، هل في حد هيبقى موجود ولا لا، التايب بتاعه هل هيبقى تبريد وتكييف ولا تبريد بس ولا فنتليشن، تمام. طيب السبيس تايب، السبيس تايب ممكن تيجي هنا يقول لك بقى حسب الكود. لو انت مثلا هتشتغل في حاجه مثلا زي البنك كاستمر اريا، هيبدا بقى يقول لك ايه في مساحه لكل شخص قد ايه، وفي اللي هو اللي بيسموه ايه الرطوبه قد ايه مثلا، وفي الباور لود قد ايه. كل المعلومات دي انت مش بتكتبها، هي بتبقى موجوده جاهزه حسب الكود بتاع اشلي اللي هو الكود التكييف الامريكي، بس تقدر تعدل. يعني لو انت موجود في بلد والارقام دي مش مناسبه ليك تقدر تكتب الارقام الاقرب للواقع، تقدر تغير فيها زي ما انت عايز، تمام. الاوت دور اير ميثود هتحسبها من خلال ايه؟ هل هتحسبها من خلال الاشخاص والاريا ولا تحسبها بأني كود من الاكواد، وتبدا تشوف اللي انت عايز تكتبه. الكتريكال لود سبيس تايب، يعني هيبدا يشوف السبيس تايب اللي انت مختارها ويبدا ياخد منها المعلومات، ولا انت تكتب زي ما انت عايز، ولا اكشوال هيبدا يشوف المعلومات الحقيقيه ويبدا ياخدها. البيبول اللي موجودين هيبدا يحسبهم ازاي، واوتوماتيك هو بقى هياخد من المعلومات اللي انت كاتبها ويبدا يحسب لك الاوت دور اير انفورميشن، لو الدور اير بير بيرسون، كل الحاجات دي يبدا يشوفها ويبدا يحطها عنده، تمام. الكونستراكشن تايب ممكن تختار مثلا حاجه زي كده وتبدا تقول له اوفررايت. اوفررايت يعني الربط، الكلام اللي انا هكتبه هنا الاناليتيك كونستراكشن هيلغي الكلام الحقيقي. يعني لما بتقول له بيلدينج بيبدا يشوف الحائط اللي مرسوم في ايه، ويشوف السلاب اللي مرسوم ايه، والفلور مرسوم ايه. هنا بقى تقدر تعمل انت حاجه خاصه بيك او خاصه بالمكان دوت، تقول له اوفر رايت وتبدا بقى تشوف مثلا هنا اليو فاليو قد ايه، والاكستيريور وول مثلا هيبقى كذا وهكذا. فالحاجات دي كلها بتفيد لما تكون عايز تحسب الحسابات الخاصه بالانرجي، تقدر تصدر بقى الشغل بتاعك، تلاقي الموضوع بيوفر لك وقت كتير بدل ما بتخش البرنامج تاني من الزيرو. لا انت بتاخد نفس المعلومات اللي انت شغال بيها في البرنامج الديزاين وتبدا تشتغل عليها وتكمل عليها، تمام يا سيد فاضل. طب ايه الحاجه مثلا اللي انت عايز نتكلم فيها او مش واضحه او نعيدها؟
النقطة الأخيرة أستاذ، تمام. اللي النقطة هي الأخيرة اللي هي حسابات مثلا. السيسما. طيب بص يا، احنا عندنا هنا اي سبيس. طيب السبيس هي تمام، ولو مش ظاهرة ممكن تخش في بي وتدور على سبيس هي وتعلم عليهم بحيث ان هم يظهروا بالشكل دوت. تقدر تعمل عليها سيلكت، وبرضه تقدر تعمل لها موضوع الالوان اللي هو موجود هنا في كولر في الليجند تمام، بس في لوحه ثانيه غير ديت عشان ما يدخلوش في بعض تمام. وتقول له مثلا انا عايز اخليها سبيس مش بالروم تمام، السبيس اهيت. هو طبعا في سبيس واحده لغايه دلوقتي فهيخليها واحده بس اهي. تعمل سيلكت على السبيس، هتلاقي معلومات خاصه بيه الانرجي، هتلاقي حاجات خاصة مثلا بال انت هتستخدمه في هتستخدم هيتد عايز تسخن الحاجة ولا تعمل كول حسب الجو عندكم تمام. انا هنا في قطر كله تكييفات لان الجو حر جدا، في مصر في الصيف حر جدا وفي الشتاء شتاء جدا يعني. السبيس طيب تبدا بقى تختار بقى الغرفه دي عباره عن ايه، استخدامها ايه يعني، هل هي بنك كاستمر اريا فبيبقى ليها المواصفات بتاعتها مختلفه عن لو انت قلت له مثلا ده انا في الجيم او ديننج اريا اكل وكده او في هوتيل تمام. بتلاقي الارقام بدات تختلف، ممكن تقول له مثلا اليفيتور تمام. يعني احنا مثلا في المسجد كنا بنعمل حسابات خاصه بالميه وكده، اخترنا انها تعتبر زي جيم، ما فيش مسجد في كنيسه بس في الكود ما كانش في مسجد، فاخترناها جيم لان في ممارسه للوضوء، الناس بتتوضى وبتاع فبيستهلكوا ميه، فاخترنا ان احنا نخليها في موضوع الميه، اخترنا موضوع ان هو يعتبر زي جيم وفي استهلاك الميه كتير يعني تمام. اللوبي ان لوبي منه تمام. مثلا اخترنا بوست اوفيس، هتلاقي كل الحسابات بتاعت البوست اوفيس خاصه باللايتنج سكادول، يعني هتشتغل من الساعه كام للساعه كام، ده معدل اللايتنج تقدر تغير وتقدر تقول له مثلا لا ده من الساعه كذا هيبقى مثلا 50%، ده 50%، ده 50%، 30، 20، واحد تمام. انت استخدامك للطاقه هيبقى عامل ازاي؟ يعني هنا انت بتشغل 24 ساعه 100%، هنا شويه وشويه، هنا الهيلث كير بيبدا يبقى مثلا بيبدا شغل مثلا من الساعه 6 وينتهي الساعه 11، فبتبدا المنحنى بالشكل دوت تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. هو ده الكود يعني، الكلام دوت مش انا اللي عامله، ده واخدينه من الكود الامريكي وانت بقى بتعدل فيه شويه تمام، بتحس ان انت توصل للمعدلات المستخدمه سواء مثلا في الجزائر في مصر في قطر، بتبدا تشوف المعدلات اللي انت عايز تشتغل عليها تمام. موضوع الكونستراكشن طيب تمام، الكونستراكشن تبدا تشوف كل واحده فيهم، تبدا تشوف الاعدادات بتاعتها المناسبه ليك، لو في شيدنج فاكتور تستخدمه ازاي بحيث ان لو عندك مثلا نافذه ممكن تحط حاجه تقلل وصول الشمس لداخل الغرفه وهكذا. طيب خليني سريعا كده، هنا بتلاقي الحاجات الخاصه بالاركتكشر، هنا تلاقي حاجات خاصه بالاستراكشر زي مثلا ترسم بيم، زي ترسم كولوم فلور بيم سيستم، بترسم فاونديشن. السيستم هنا مقسمهم حاجات خاصة بالتكييف، حاجات خاصة بالبلامينج، حاجات خاصة بالالكتريكال. عندي حاجة هنا في قائمة انسيرت، بتلاقي لو انت عايز تدخل مثلا لينك ريفيت او لينك اي اف سي، ده لو انت شغال مع ناس شغالة ببرنامج غير ريفيت فبقى في اي اف سي بتبادل بينكم، ده لو انت شغال مع برنامج زي سيكل 3 دي وعندك موقع عام فبتقول له لينك توبوغرافي وتبدأ تشوف
المشروع عندك، تقدر تصدر جي بي اكس ام ال. طيب لو انت عندك سكتش اب، هنا ما عنديش حاجه بتدخل سكتش اب، لا ممكن تقول له امبورت كاد وتيجي بدل دي دبليو جي تختار سكتش اب كده. لو عندك اي ملف سكتش اب تقدر تدخله عندك جوه المشروع، تمام؟ يعني بقول له امبورت كاد بس بغير من دي دبليو جي لسكتش اب. وبعد كده انوتيت، لو انت عايز ترسم اي حاجه 2 دي او ترسم تكست او ترسم هاتش او ترسم اي حاجه موجوده من انوتيت. اناليسيس، في حاجات خاصه بالانشائي وحاجات خاصه بالانرجي وحاجات خاصه بالاتشباك. ماسك اند سايت، لو انت عايز ترسم اي حاجه زي مباني زوح حديد الحاجات دي كلها، بتقول له انا عايز ارسم امبليس ماس، وتبدا بقى ترسم الحاجه اللي انت عايزها. تقول له مثلا عايز ارسم حاجه مثلا كده كريت فورم، وتبدا مثلا تقول له انا عايز ارسم عدل في الجزء دوت بالشكل دوت. تقدر تغير فيها وتخليها على شكل ارك زي ما انت عايز وهكذا. وتقول له مثلا عايز ارسم ايدج، تقول له مثلا عايز ارسم، يعني تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. في الاخر تقول له فينيش ماس، يحول لك لماس بالشكل دوت. ممكن تقول له ماس فلور فيبدا يعمل لك فلور في كل واحده فيهم. ممكن تقول له انا عايز ارسم حوايط هنا، تقول له اركتكشر وتقول له وول باي فيس بالشكل دوت، فيبدا يحط لك حيطه مايله بالشكل دوت. يعني لما تقول له مثلا عايز اشوفها بشكل شديد فيبدا يوريها لك بالشكل دوت. وتقدر تقول له بقى ايه تعدل فيها براحتك، ممكن edit face. عندنا مثلا قائمة كولبريت، لو انت شغال مع الناس فبتعمل ورك سيت بالشكل دوت. عندنا قائمة فيو، لو انت عايز تعمل سيكشن جديد او 3 دي او حاجة زي كده بتعملها من قائمة فيو. قائمة مانج دي اللي بتعمل إدارة للمشروع، ماتيريال وأوبجكت ستايل وسناب والحاجات دي كلها. ده بس كده يعني إيه، ده يعني تفتيح لبرنامج الريفيت، وهتلاقيه سهل جدا. ولو في أي حاجة وقفت قدامك في أي وقت حتى بعد الكورس نقدر نتواصل ونقدر نحلها بعد إذن باشمهندسة لبنى بإذن الله. تمام يا أستاذنا؟ انا اتمنى بقى حضرتك النهارده تحاول تطبق اي حاجه في الريفت، وريها لنا ان شاء الله بكره باذن الله. او يعني استاذنكم خليها يوم السبت او الاحد باذن الله، احد ان شاء الله. زي ما حضرتكم حابين. حابين نخلي الحد والاثنين، احنا اصلا محاضرتين، ممكن نخليها الحد والحد او الحد والاثنين زي ما الناس تحب يعني. ممكن غدا والاحد. طب انا عندي بكره محاضره بكره، فيا ريت نخليها السبت حد او حد الحد والاثنين. خلاص زي ما تحب. الأنسة لبنى هي اللي